ما ادانيش المكان اكيد بيريكورد بقى اصلا. اه كده ريكورد خلاص، هو ظاهر عندنا ان في تسجيل. اتفضل يا باشا. طب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كده ثلاثة. اه طيب انس وانس ودكتور هديل، معايا دكتور هديل ولا ايه؟ اه طيب يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ معانا اكزيا سي تي للمنطقه من النك، ومعانا سيالوجرام. سيالوجرام واحد مظهر الدكت مع الجلاند، الاري اوف بوروت الجلاند، وواحد مظهر فين البارينكما بتاعه الجلاند ده. ايه رايكم؟ حاجه صعبه شويه انا هبدا بيها. كلام سليم. البوت جلاند، هل هي اللارجد او نوت اللارجد؟ اللارجد اللارجد، لان في حتى كونتور بلج. كلام سليم، في ظاهر كونتور بلج بايلاترال. طب هل هي سيمتريكال ولا نان سيمتريكال؟ سيمتريكال. سيمتريكال. طب لما يكون في معايا سيمتريكال ديزيز بايلاترال، واحد ضارب يمين وضارب شمال، انا بتعامل مع لوكال ديزيز ولا سيستميك ديزيز؟ سيستميك ديزيز. سيستميك ديزيز، تمام. طيب انا عندي المفروض ان عندي ميجر ضغط اهي. كلام سليم. وبعد كده الميجر ضغط دي بيحصل لها اربورايزيشن، تبقى سمول ضغط وحاجات زي كده. البارينكما بتاعت الجلاند تحولت الى ماينوت سيستس 2 مللي فاقل. اللارجمنت اوف ذا بارينكما جلاند ويز ديفيوز تشينجز ان ذا جلاند، ذا بارينكما بيكمز سمول سيستس 2 مللي اور ليس اند اتس سيمتريكال. ده وصف الديزيز. يبقى الديزيز ده ايه؟ جوجرين. يا سلام عليك، ممتاز. يبقى اللارجمنت اوف ذا جلاند ديفيوز اللارجمنت والسيمتريكال، كلام سليم. والبارينكما بتاعت الجلاند از ديستراكتيف. الدكتال سيستم مع البارينكما از كونفيرتد تو سمول ماينوت سيستس 2 ملم اور ليس، تمام. يبقى العيان هيشتكي في الغالب من زيرو ثالميا، تمام. تمام. وزيرو ايه تاني في الماوث لما الدرايلس في الماوث يسموه زيرو ايه؟ دكتور محمد بعد اذنك بعيد شويه. صوت بعيد؟ انا سامع صوت وش بس مش عارف مصدره فين. ده عندنا عندنا اكيد عندنا، بس الصوت يعني تقول 70 70 اهم حاجه ولا لا؟ ضاعف صوت حضرتك ليك 70 بس هو ضاعف صوت حضرتك. ضاعف؟ اه ما هو دي مشكلة، بس دي مشكلة بقى مش عارف اعمل ايه والله. لا في احساس كأن مكنة شغالة كده. ايوه ما هو دي للأسف الكمبيوتر فيه مشاكل. ادخل من المحمول احسن وخلاص؟ ممكن تخش في المحمول من الاكونت الثاني تاخد منه الصوت بس. بس اكونت غير اكونت رقية يعني. يعني ايه؟ يعني هو في اكونت تاني في الموبايل، ادخل بس حضرتك من على الموبايل. الموبايل احسن يعني. لا خلي الكمبيوتر زي ما هو وخش كمان من الموبايل ناخد منه الصوت بس. طب واسيب اللابتوب شغال وبعدين؟ اه اه حضرتك هتخش تخش باسمين. ده هيأثر على الصوت على فكره ولا ايه؟ لا 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 مش هيأثر. حضرتك بس خش من الموبايل بالاضافه للناب. هنسمع الصوت من الموبايل احسن. اتفضل. وركب فيه الهيد فون بتاع الموبايل برضه. Thank you.
تمام يا دكتور محمد، شغل بس الصوت من الموبايل، هتلاقي على الشاشة من تحت على الشمال مكتوب جوين اوديو. تمام وصل الصوت كده يا دكتور محمد. طب كده كده ثواني بس نقفل رقية الصوت بتاعها. تمام اتفضل يا باشا. طب تمام 100% كده بسم الله. طب يلا يلا مين هيبدا معايا؟ يلا حضر عشان بس يعني نخلص كلام كويس كده. يلا اي حد يبدا، اي حد يبدا يلا. يلا يا نوكس ابدا انا. تمام ماشي يا عبد الله يلا يلا. معنا بلين اكس بوث نيز فرونتال فيو اوف ا تشايلد. تمام تقريبا دول يعني بعد ما خد العلاج قبله بري اند بوست تريتمنت تقريبا يعني. يبقى ده كده شخصت، بده كده شخصت خلاص. تمام اه غالبا في دلوقتي ميتافيزيال وايدنينج. تمام برودرينج فعلا. اه وفي ميتافيزيال ريجينج برودنج ريجينج كلام سليم. وفي 1 كروس الريست لاين ناحيه الفيمر. تمام ونفس الفايندنجز موجوده برضو على التيبيا في ميتافيزيال وايدنينج وفريينج على البرودرينج. تمام لك اكتر اثر فين في الفيمر يعني وافكتنج للبروفيشنال زون اوف كلاسيفيكيشن. يبقى عندنا برودرينج فريينج. تمام يبقى هتشخص ايه؟ هتشخص ايه؟ ريكتس. الريكس طبعا كلام سليم. افتر الصوره هنا افتر ايه؟ افتر تريتمنت. تمام بدا اول حاله ريكس. تمام تمام ماشي يلا احضري. هل حد تمشي ايه؟ سكارفي هل تمشي؟ تمشي سكارفي فيتامين سي ديفيشنسي. ما هو السكارفي ما بيكونش فيه الايه؟ ما بيكونش فيه البرودنج ده خالص ولا الفريينج، وبيكون فيه الومبيرجر ساين كريم اللي هو بيكون ديفيوز وايت لاين سراوندنج المارجنز او البريفري اوف ذا ايه؟ اوف ذا باتيلا. تمام؟ فده مش سكارفي. تمام؟ ماشي. يلا حضري. هو انس الحضري شكله الفصل النت عنده. ماشي يا استوك الله ما ادخل انت كده على طول. ماشي الصوره بتنيجة الثاني اهو. رجع؟ اه رجع ثاني اهو. طب يلا يا انس يلا يا ابو مالك. معانا برضه دكتور محمد. ماشي ماشي معانا دكتور السيد سعيد برضه ومدير احمد عبد الصمد والدكتوره هديل. طب كويس خالص اللي عايز يشارك بتوقع. يلا اللي عايز يشارك شارك. ماشي يا باشا اشاركت انا صح. يلا توكل على الله زي ما يكون سيد. اه يا باشا بقى صادق اتفضل يا غالي. والله يا باشا انا يعني الليفر شايفه ان هو يعني لارج ان سايز وز not make appearance اللي هو multiple hypodense and hyperdense batches كده. فشايف ان هو ممكن يكون فشايف ان هو يعني ممكن في كده يعني ديفيشن دياجنوزس ان يكون بط كياري. بط كياري تمام. او ان يكون سيد عشان الشخص ها او يكون ايه تاني او ان يكون سيروتيك ليفر ودوت في مالتي وال
يعني زي ريجنريتيف مديول او حاجه زي كده. حلوه وكده. طب احنا بقى سيد انت كده ماشي صح 100%، عايزين بس نقول هل الفحص ده ترافيزيك ولا فحص عادي؟ دوت لا فحص عادي. طيب انتوا شايفين السهم، السهم شايفينه ولا مش شايفينه؟ الاورطه اللي هو الاورطه منور جدا جدا هنا، كلام سليم. وبعد كده الاورطه مع الايه الاي في سي، تمام. وبعد كده الاورطه طفى خالص، تمام. ماشي. يبقى دوت ترافيزيك، تمام. ترافيزيك. طيب الموجود في الليفر اللارجد، اللارجد طبعا كلام سليم. السيرفيس ويفي ولا نوت ويفي؟ السيرفيس شويه ويفي، يبقى لا كورس باترن في الليفر. عشان اقول باد كاري سندروم من غير ما اشوف الانتر هيباتيك بورشن اوف اي في سي سيروبس صعب، وعشان اقول باد كاري من غير ما اشوف ترومبوزد واحد او اثنين او الثلاثه من الهيباتيك فينز ترومبس لازم اشوف ترومبس يا اما في الاي في سي الانتر هيباتيك بورشن او في واحد من الايه من الهيباتيك فينز، تمام. وهيكون معايا سبلين وميجالي مع الباد كاري، في معايا سبلين وميجالي، معايا اسايتس، فهو اكيد مش جايبه عشان باد كاري، صح كده؟ تمام. طيب انا دلوقتي عندي، انا عندي ارتيريال ادي واحد، وعندي كده ادي فينس اثنين، وعندي واحد ديليت. اللي جوه الليفر ده ايه اللي حصل فيه بقى؟ الحاجات اللي جوه الليفر ايه الباترن اوف انهانسمنت؟ الباترن اوف انهانسمنت ان هو خد انه يعني ايرلي انهانسمنت في الارتيريال فيس وعمل وش اوت في الفينس والديليت فيس او في البورتال والديليت فيس. يعني هو الوش اوت واضح قوي 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 في الديليت، لكن ما زال كان شويه يعني هنا الباترن اقل شويه من الارتيريال. معنى كده اذا فعلا ان الوش اوت ماشي شويه في الفينس وعمل كومبليت وش اوت في الديليت. تخاف من الوش اوت في الديليت ولا ما تخافش؟ تخاف طبعا، عكس مين؟ الهيمنجيوما. الهيمنجيوما بتملى قوي فين؟ في الديليت. يبقى انا عندي اللارجد، اللارجد ليفر كورز باترن ويفي باترن، يبقى دي سيروتك ليفر، كلام سليم. السيروزز كلام سليم، ممكن يحصل معاه ان الليفر تبقى شرانكد، ممكن تبقى اللارجد، تمام. ماشي تمام. يبقى عندي معايا سيروتك ليفر، معايا سيروتك ليفر، لان في طبعا في ريجنراتيف سيروزس وفي نون ريجنراتيف، في ريجنراتيف وفي نون ريجنراتيف. ده الليفر هنا لحد ما حافظ الكباسيتي اوف ريجنريشن. يبقى كورس باترن ويفي مارجن، يبقى سيروتك ليفر ومالتيبل ان نمبرابل فوكال ليجنز واخده ارتيريال انهانسمنت، زين في وش اوت يعني في بورت اوف فينس فيز اند ديليت فيز. يبقى الدياجنوزس HCC. كلام سليم. الريجنريتنج ميديول هتاخد ارتيريال، مش هتاخد ارتيريال. يعني اللي هياخد ارتيريال ايه؟ الكانسر، تمام. فالريجنريتنج ميديول مش هتاخد. طيب اكتر حاجه تشخص الريجنريتنج ميديول في الام ار اي ان اند اوت فيز بلاستيك ميديول، يعني تمام، او استخدام بتاعتها العاديه ماشي ازاي ان اوت فيز، ان هي في الريجنريتيف نديول يعني السيدروز الحديد الموجود في جواها يعني هيبقى هياخد يعني هيبقى في لو سيجنال في الان فيس وهيبقى هاي سيجنال في الاوت اوف فيس عكس الفات. طب والسيجنال عادية تي 2 قوي يعني بالظبط، يعني مش اللي هينور قوي في التي 2 هو الكانسر، صح كده؟ تمام. والديس باستك نديول كاركترستيك هتكون هايبر في مين؟ في التي 2 في التي 1 في التي لا التي 2 لو هايبر تبقى لكن بتبقى الديس بلاستيك نيول هايبر في التي 1 الديس بلاستيك نيول يا جدعان هايبر في التي 1 كلام سليم. واللي هينور منهم في التي 2 هو الكانسر الاتش سي سي، تمام. يبقى احنا بنتعامل مع مالتي سنتريك اتش سي سي، ممتاز يا سيد. طيب اي حد يشارك؟ في اكزيال كات سي بيت نون كونتراست، نون كونتراست ده كونتراستد، كونتراستد سي تي اوربت. ليه ده مين ده؟ ده كونتراست
تمام تمام انترا اوكلر تشو مسجن ويز تمام بالكالسيوم تمام تمام ريستنج اون نو اكسترا اوكيولار اكستنشن يبقى بوستيرو تشامبر ماس سوليد النيتشر مع اهم حاجه هو فيها كالسيفيكيشن يبقى ريتين بلاستوم مش عارف الصوت بيروح ويجي ليه. ايوه انس، يعني تتوقع ان ده صغير ولا كبير في السن؟ صغير، هو ريتم البلاستوما اكتر في البيدياتريك. في البيدياتريك. طب لو في الادلت ايه بقى الانتر اوكلر مثلا نيوبلاستيك الادلت؟ انوما. انوما ممتاز، يبقى دي اكيز وفريتروبلاستوما. الريتروبلاستوما هنا ممكن تيجي مكانها ازاي؟ يعني ايه اماكن الريتروبلاستوما؟ ممكن تيجي في الباينيال جلاند. تمام. وساعتها بتسمى باينوبلاستوما. تمام. وممكن برضو احيانا تيجي بايلاترال، يعني بايلاترال ريتين. ايوه، ده هي نفسها كريتروبلاستوما ممكن تيجي في العين الثانيه، وممكن تيجي سوبرا سيلر، وممكن تيجي باينيال. تمام. تمام. ترايلاترال او كوادري لاترال. تمام، يبقى ممكن تيجي في العين الثانيه، وممكن تيجي سوبرا سيلر، وممكن تيجي باينيال، يبقى كوادري لاترال. لو رباعيه كده تبقى كوادري لاترال ريتروبلاستوما. تمام. طيب اللي بعد كده انا هتكلم انا فيها دي، انا الميديال تمبرال لوب او الميزيال ريجون. كلام سليم؟ في معانا ابنورمال سيجنال وشويه اتروفي. حد يعرفها دي؟ ميزيال تمبرس كروز ليفت سايد. ممتاز. تمام، يبقى افكتنج الميديال اسبكت اوف ذا تمبرال لوب، ابنورمال سيجنال، سلايت وايدنينج اوف ذا تمبرال هول اوف ذا لاترال فنتركل. كلام سليم؟ نو انهانسمنت ميزيال تمبرال سكلروزس. بيتعالج ازاي؟ في الغالب ممكن توصل لو ما نفعش كونزرفاتيف يشيل الحته اللي فيها الايه المشكله عشان بتعمل فيجر طبعا. تمام. طيب ده ماجنيفيكيشن فيو في فيست اكس راي. تمام تمام. ليها مرتومه؟ مين حد اتكلم يا جماعه؟ حتى لو انت في امتحان وقلت له همرتومه كده على طول ما هيتعبك وهتتعبه. هنقول ويل ديفايند راوندد ويل ديفايند اوباستي ويز سموث مارجن اند سنترال بوب كورن كالسيفيكيشن. تمام تمام، يبقى ويل ديفايند مارجن خالص خالص خالص، والبوب كورن كالسيفيكيشن موجوده جوه اهي. تمام تمام. بس ما ده اللي باين لنا من جزء نوس سبيكوليشن وحاجه زي كده. يبقى اول تشخيص عندنا ايه؟ ان هي تكون همرتوب. همرتوب وديفرنشال. ان هي ممكن تكون تي بي جرانيلوما. يعني جرانيلوما وهيلد بكالسيفيكيشنز. طيب امتى احلف انها همرتومه؟ لما الاقي فات دينستي. بالظبط كده، لو جواها فات يبقى يكون على طول اللي تحلف انها همرتومه. الهمرتومه عباره عن ايه؟ الهمرتومه عباره عن بناين ليجن، بناين اندو ليجن تقريبا. هو ديس ارانجمنت عباره عن نورمال تيشو ان ابنورمال بليس. ده تيشو ما حصلوش ويل ديفرنشيشن،
ده تيشو من اللنج ما حصلوش ويل ديفرنشيشن لالفيولاي وبرونكيولز وبلاد فيسلز والليمفاتكس وحاجات زي كده، فهو نورمال تيشو اب نورمال بليس ما حصلوش اورجانيزيشن يعني. تمام، فدي لها مرتومه الكاركترستيك بتاعها انها ويل ديفايند خالص ولها بناين ابيرا كلام سليم، بالاضافه الى بوب كورن كالسيفيكيشن. البوب كورن كالسيفيكيشن لو جواها فات تحلف على طول ان ديها مرتومه. طيب بعد كده تمام حد شارك؟ حد يشارك ولا اقول اللي عندي؟ اشارك انا يا باشا؟ ماشي خلاص يلا يلا باشا. ده سيلكتد كات ام ار اي سيريولو بنتين انجل ليفل. تمام تمام سي بي انجل. تمام it shows a well-defined extra-axial solid lesion at the left CV angle. يا سلام عليك. فين بقينا جنب اللي هي البونز على طول صح كده؟ طيب ده السيكونس ده بنسميه الفيستا كلام سليم. ماشي بعد كده معانا كورونا الكونتراست ام ار ال ال ثواني نشوف الصوره. الكلوف الحاله الريجن ايه الحاله شوز نو انتراكرينيا انت في مكان المفروض يكون فيه سيمترتين يعني اللي على اليمين زي اللي على الشمال، في حاجه مختلفه، في حاجه موجوده في يمه مش موجوده في اليمه الثانيه. ايه اللي موجود يعني كل هنا كل اللي موجود على اليمين موجود على الشمال يعني ده ليه؟ ده السيجمويد مثلا كلام سليم. ده السيجمويد ماشي وده مش موجود على اليمه الثانيه. ايه وموجوده في ايه بالظبط؟ النيرف اللي هو طالع من على الجنب ده سادس باين ابيوس. يا انس هاي انس الشاشه راحت اصلا يا استاذ محمد من عندي. انا رجعت تاني اهو. شايفها كده ولا لا؟ لا مفيش حاجه. ليه بس يا مفهوم يور كنت طب بقول لك يوم كنت من مايك زوم وين يو ار ريكوردينج ذيس ميتنج. احنا عايزين نعمل سلايد عشان اعمل شيرنج للسكرين. اه طيب طب اعمل ايه بقى؟ مش شايفين الشاشه. هو زرار الشير مش موجود؟ لا الشير لا مش موجود. لا انت امور مش موجود يا انس الشير على اللابتوب مش موجود؟ لا مش موجود على اللابتوب. لا ما انا اعمل مينيمايز بقول لي يو كانت مينيمايز ما تعملش مينيمايز. ها هو مش المفروض انت بتنزل بس اطلع فوق كده خالص بالسهم هتلاقي القائمه نزلت لك. اطلع على الشاشه بالسهم كده على الشاشه فوق هتلاقي في قائمه نزلت كده المفروض ظهرت صح كده؟ ايوه ظهرت ظهرت. طب يلا يلا ايه بقى في الاكسل اللي موجود في الاكسل عندك
كلام سليم. خليك في الاجزيه اللي فوق. ايه اللي في الاجزيه اللي فوق؟ مش في الاثنين اجزيه، النان كونتراستد فيستا اللي هو ده، والكونتراستد في والكونتراستد تي 1 موجود هنا مش موجود في اليمه الثانيه، غير الماس اللي موجوده في الليفت سي بي انجل. ايوه. لا هي هي احنا بنتكلم على هي طالع من مين بقى؟ عايز اتاكد انك فاهمها. طالع من مين؟ طلع من يعني طلع من قصدك انترنال اوديتوري كانال يعني؟ لا انت احنا دلوقتي مش شايفين الليفل بتاع الانترنال اوديتوري كانال. طلع من النيرف اللي زي في نيرف على اليمين مش موجود على الشمال. يا سلام عليك. مين بقى النيرف ده بقى؟ في نيرف اهو على اليمين اهو. ايوه. خد هنا ده الليجن اهو. كلام سليم. ده الليجن اهو وانهانسد في الاكزيال، انهانسد في الكورونال، انهانسد في الكورونال. وادي نيرف اهو طالع. النيرف ده مين بقى؟ ده الابديوسنت سيرفيس. ازاي بقى؟ الله يهديك. ها نيكلز من ميكلز يا باشا اللي هو الخامس. احنا قريب الترجمينال. تمام كده. يبقى من الايه؟ من الترجمينال. تمام يا سيد. ماشي. بص بس احنا سيد لسه احنا ما دخلناش في الميكلز كيف لسه. احنا يعتبر في السي بي انجل. تمام. يبقى ده نور ذا رايت سايد تراجمينال نيرف از نورمال وير از ذير از ويل ديفايند راوند ماس. كلام سليم. ارايزنج فروم ذا ليفت تراجمينال نيرف دياجنوزيس يا انس. وين هانس شوانوما. شوانوما او يا سلام عليك. نيوروجينيك تيومر. نيوروجينيك تيومر عشان ليه؟ ما عملناش دعوه بالشوانوما والنيوروفايبروما. بالظبط كده. ممكن بقى العيان نيوروفايبروتوزيس ودي نيوروفايبروما. تمام. فدي نيوروجينيك تيومر بناين ولا مالجنان؟ بناين في الغالب. بناين موست اوف نيوروجينيك تيومر بتكون بناين. فدي نيوروجينيك تيومر طالع من مين؟ من ليفت تراجمينال نيرف في السي بي انجل. لسه ما دخلناش في الكورس بتاع الايه؟ التراجمينال نيرف بره السي بي انجل. احنا لسه في السي بي انجل. تمام. نورمال تراجمينال ونيوروجينيك تيومر من الايه؟ من التراجمينال نيرف. طيب يلا. ماشي. اول انا اي حد يقول ماشي. عندنا برضو سيلكتد ساجيتال ام ار اي. تمام. تي 1 تمام. سي اس اوف ذا كرينيو سيرفيكال جانكشن. تمام. سي اس اف منور مظلم. فده تي 1 ساجيتال تي 1. تمام. ماشي. في ذا تونسيلر هيرنيشن. تمام. بيهايند ذا ميدلا اند ذا سيرفيكال كورد. بارس الفكره ممتاز جدا. بلو ذا ليفل اوف اللاينز اللي هي بتبقى موجوده دي كلها اللي هو الفورم الماجنم. بلو ذا ليفل اوف فورم الماجنم. تمام. الانتيرو مارجن من الفورم الماجنم اللي هو التيب اوف ذا كلايفس بنسميه ايه؟ بيزيون. الانتيرو مارجن بتاع الفورم الماجنم بنسميه ايه؟ اوبيثيون. تمام. يبقى بنسميها ليه؟ البيزيون اوبيثيون لاين. بيزيون وبيزيون لاين او بسميه ماكريز لاين. ماشي. المفروض 5 ملم فاكتر بتكون بلو دي سي از 9. طيب امتى تكون او امتى ما تدورش على المسافه؟ في منظر معين للتونسلز لو شفتوا فيها وهي نازله ما بتدورش على المسافه، بتشخص على طول كياري انها تكون بوينتد. لو هي بوينتد مش راوندد كده، لو هي بوينتد على زي السهم يبقى انا على طول برضه الايه؟ الكاري مال فورمولا. تمام. طيب ايه الاسوشيشن بتاع الكاري في الكورد؟ ارتب 1 الايه؟ اسوشيشن. ايه الاسوشيشن اللي بتيجي في الكورد مع الكاري تايب 1؟ سيرينجز. ممتاز. ممكن تعمل ايه السيرينجز دي؟ ممكن تعمل ايه؟ تعمل هيدروكيفالوس. السيرنجز دي ممكن تاثر على 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 بارت من البودي. العيان ده هيلف ويروح ويجي حاجه ماسكلو سكريتال، وفي الاخر في اخر حاجه اهز اشعاعات اعمل ام ار على الشولدر. ايه انا حد قال حاجه انا مش واخد بالي. ها هتاثر على ايه؟ في السيرنجز ممكن تضرب حته في البودي. الابر خاصه مين؟ شولدر خاص. مش
الشولدر، الشولدر كلام سليم. هيحصل فيه بقى الشولدر ده بقى هيحصل فيه ايه؟ نيوروباسك جوين. ممتازه تمام. يبقى ايه نيوروباسك جوين زي ما بيحصل في الفوت بالظبط تحت كلام سليم. هيحصل الايه؟ هيحصل ان السيركس دي النيرف سبلاي او السنترز النيوكليا يعني اللي سبورتنج الشولدر هتنضرب فيديك نيوروباثيك جوينت ويبقى سنه صغير والشولدر متدمر ومتدغدغ. انت عارف بقى الخمسه دي الدستراكشن والديسبيسمنت والديسلوكيشن والفراجمنتيشن حاجات يبقى في معاها سيرنجز في الكور بتضرب الشولدر جوينت وتعمل شولدر كور جوينت. دي حاله صعبه شويه. ليه يا باشا فيها بتهيألي اي في ام مالفورميشن بتهيألي بس فين مستوى مش عارف يعني او على الديورا ما بين الديورا الديورا البينس وما بين حاجه تانية سوبرفيشال او ما بيسمها دي. طيب احنا عايزين نتعلمها عايزين ممتازه يا سيد عايزين بس نتعلمها. ادي دي السكال يعني ده الجاليان تشو وادي السكال وفي ديفكت هنا اهو السهم مش شايفينه طبعا صح؟ شايفينه يا باشا. طيب يبقى انا معايا السكال اهو وفي معايا ديفكت والديفكت ده في بلاد فيسل متوصل ما بين انتراكرينيال واكستراكرينيال كلام سليم. والسكال جايبه لي الديفكت ده. الديفكت ده خلي بالك ممكن يكون اوكسيبيتال ماشي. وعندك النيرف البلاد سبلاي داخل من جوه لبره او من بره لجوه تمام. واوضح هنا ماشي يعني حاجه معديه من الانتراكرينيال لبره. دي حاجه بنسميها ايه؟ بنسميها ساينس بيري كرانياي. ساينس بيري كرانياي لو شفنا حاجه تبقى في الغالب ميد لاين يا اما بتوصل مع ترانسفيرس ساينس او متوصل مع سيريرو ساجيتال ساينس. بيكون معاه بوند افكت ممكن يوصل ل 5 ملم وفي الغالب بيكون بارا ميد لاين. في الغالب بيكون بارا ميد لاين. فاحنا لو شفنا سوفت تيشو ماس ليجن في الغالب موجود بارا ميد لاين جاليال ومعاه بوند افكت ده ما نقدرش بقى نقول على طول بيجري ونقول سبيشال سيست والحاجات دي كلها. العين ده ممكن يحصل له مشكله كبيره جدا هيموريج لان ده بلاد فيسل ساينس بيري كرانياي. بلاد فيسل ده عباره عن بلاد فيسل كونكتد مع ساينس جوه الكرينيوم تمام اكتر مع ترانسفير ساينس والسوبيريور ساجيتال ساينس وبكون في غالب بارا ميد لاين. فهمتوها دي؟ تمام تمام يا باشا ماشي. ده في الغالب ساينس اللي جوه ده ساينس الترانسفير ساينس السوبيرو ساجيتال وادي البوند افكت والبلاد فيسل مكمل مع فيسل بره ماشي. سهل خالص ما تنسوش بس لو حصل ماس في الجاليوم في الجاليال تيشو وميد لاين خاف منه لما يكون خاصه معاه تحت ايه بوند افكت فلازم كونتراست. ده لو عملنا الام ار في او العيان اخذ صبغه هياخد انتنس انهانسمنت مع الام ار في ومع الكونتراست اي كونتراست سواء سي تي او ام ار اي هياخد انتنس انهانسمنت. طيب اللي بعد كده ساينس بيري كرانياي. ساينس بيري كرانياي اكس راي ابدومين تمام. نقول ان هو اريكت ولا احنا دلوقتي مش شايفين الجاستريك ما نقول اكس راي ابدو بس. ها تمام 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 يا انس تمام. شو رايت رينال مالتيبل او ديفيوز كالسيفيكيشن تمام ممتاز. ويز اسوشيت لور يوريتريك او يعني انا عايز اقول ان ده في مكان اللور يوريتر بس انا مش متاكد يعني عايز اقول ايه صح كده. يبقى تبقى ان في بيزار شيب كورس كالسيفيكيشن سوبر امبوزد سوبر امبوزد ابون ذا لوكيشن اوف ذا رايت كيدني اند ذا ميدل يوريتر تمام تمام.
هنفكر فيها ناس. تي بي. ممتاز جدا. ممتاز ممتاز ممتاز. كلام سليم. حلو قوي كده. دي بنسميها ليه؟ الباطي كده. باطي كده. ممتاز جدا جدا. يبقى في معايا الكيدني لحد ما الشرنك سايز كلام سليم فيها كورس كالسيفيكيشن ما داخل بقى في كل حاجه في البارينك ما مضلري وكورتيكال وبتاع واسوشيتد مع ايه؟ مع كالسيفيكيشن في الميدل يوريتر تمام؟ فده ماشي مع الايه؟ مع الباطي كيدني او اللي تي بي كيدني. ممتاز. بعد كده اقولها اتفضل اي حاجه اي حاجه ماشي ماشي. انا شايف في يعني well defined interaxial lesion تمام ماشي سيدي. عندنا في سي تي وعندنا في الرنين ماشي. هي سيب معايا موجودة سيد ولا ايه؟ طيب اي حد يرجع ماشي. بقول اقول اي حد يقول لما سيد ترجع selected CT scan of brain window show right lentiform nucleus ill-defined mixed hyperdensity and hypodensity. تمام. وفي برضو في حاجة جواها هنس؟ في حاجة جواها هنس؟ في calcific dots كده. ممتاز هنس. دي مهمة جدا هنس. تمام. طب وهنا؟ برضو right posterior parietal periventricular calcific dots وفي ليفت بارا انس مش بري بارا مش بري بري محوطه بري أيوة. او دي بارا تمام تمام وفي برضو ليفت فرونتال هو انس اللي ده الام ار اي كورسبوندنج للسايت بتاع الايه بتاع السي تي يعني اللي هنا في السي تي هو اللي هنا في الرنين اللي هنا في السي تي هو اللي هنا في الرنين تمام حلو قوي. ايه بقى الام ار اي ايه اضاف ايه الام ار اي بالنسبه للهايبر دنس ليجن اللي موجود انتر اكزيال وفي بوب كورن كالسيفيكيشنز دي ثالث واحده اهي الهامرتوما في اللنج والفايبرو ادينوما في البريست والليجن ده برضو ممكن يكون فيه بوب كورن كالسيفيكيشن. الام ار اضاف لك ايه الام ار اي؟ الام ار انا شايف في الوول بتاع الفنتريكل في ال الوول بتاع البودي اوف لاترال فينتريكل في سب ابيدايمال سوفت تيشو كده. طيب لا قصدك هي دي؟ اه طيب لا طب خلينا في الليجن الاول. الليجن ده في السي تي ار ايه اللي الام ار هنا اضافه بالنسبه للليجن نفسه؟ الهيموسيدرين ريم يعني الهيموسيدرين ريم ايوه ده فيري امبورتنت. كلام سليم تمام فيري امبورتنت تمام. واضاف ايه في تحت اضاف ايه في حاجه ظهرت بوضوح في الام ار اي يعني في واحد منهم ظهر اوضح في الام ار اي اللي هو فين مكانه بقى الليفت سايد ايه تمام الكوره اللي هو ده ايوه بالظبط كده اللي هو ده تمارس بقى تمام. اللي هو ده يبقى كلهم هايبر دنس في النانكو تراستد معظمهم في كالسيفيكيشن بوب كورن كالسيفيكيشن في الام ار اي هيموسيدرين ريم كلام سليم والسراوندنج برين زي الفل ولا إديمة ولا اي مشاكل ولا تشك في ديبوزيت ولا حاجه خالص كلام سليم. هتفكر في ايه؟ مالتيبل هامرتومز مع التيوبرس سكليروزس خصوصا ان في سب ايبندايمال ليجنز كده. طيب لا الام ار انتوا رحتوا بقيت انتوا كل الام ار كاركترستيك فيدر مارجن كاركترستيك مالتيبل كابرنوز بس كده. طيب بالراحه خالص انتوا قلتوا تيوبرس سكليروزس التيوبرس سكليروزس بيكون هايبر دنس عندنا كدرس سي تي؟ لا وبعدين التيوبرس سكليروزس بيكون المشكله كلها في السب انفايرمنت ريجون
صب من بنسميها صب من دايما ليديو يكون كالسيفايد صح كده. فين هنا مفيش صح. فانا عندي ماسز وبعدين تبقى سكروز الماسز كلهم بيكونوا صب بس دايما والجاينت سيل صب من دايما دي بيكون واحده منهم وكبرت. فمشكله الماسز في تبقى سكروز بتكون مع من دايما صب من دايما لما تعامل مع انترانز الماسز هايبر دنس بوم كورد كلاسيفيكيشن والام ار اي قال ان فيه مسبب للمرض هي دي مصر كبرنوما وليها ما فيش ايديما خالص مالتيبل كفرنومز في الشغل كتير جدا جدا. حد فينا يقدر يقول ان دي كفرنوما صعبة طبعا قوي لكن المراي مور ايه مور سبيسيفيك خلاص. المنظر ايه اللي شدك انها ايه فيها كالسيفيكيشن ايه اللي شدك انها هايبر دنس في النان كونتراستد ايه اللي شدك اكتر واكتر واكتر اللي هي مسيدرين ريم في الام ار اي تمام كلهم فيهم هي مسيدرين ريم كلهم ديفرنشال ايه الديفرنشال تعالى ايه الديفرنشال تاني ايه جنج هيماتوما تمام صح الهيماتوما ماشي كان سليم تبقى بتنشف بدري فهتعمل هيموسيدرين ماشي معايا. لكن الهيماتوما ممكن تلاقي معاها شويه اديما هتلاقي معاها بوزيتيف ماس افكت كلام سليم. خلي بالك ان الكافرنوما او الحاجات او الاي في ام في الحاجات دي بتريبليس الكافرنوما الاي في ام في الغالب ريبليس ذا تيشو دازنت ديسبليس ذا تيشو. عشان كده هل انت شايف ماس افكت؟ مفيش ماس افكت ليه؟ لانها بتريبليس بتحل محل التيشو داز نوت ديسبليس يعني انت فاهمين قصدي. لكن اهم حاجه اللي هو فيري امبورتنت ام ار اي وهايبر دنس هو نوكالسيفيكيشن في النون كونتراست سيتنج مالتيبل كافرنومز. ايه رايكم ده باريام سوالو وشوينج مالتيبل انترال يومينال دايفيرتيكولار ليجن؟ تمام ممكن بنسميه انت هو خلاص كده تشخصت انت قلت انترا اليومينال دايفيرتيكولم انترا ميورال هو انترا ميورال يعني الحاجات دي في الوول صح كده في الوول سودو دايفيرتيكولي كان ديزيز ممتاز جدا. يبقى ايه الفكره بقى؟ الدايفيرتيكولم عباره عن بلجنج حته من اليوم اللي بره الوول لازم تعدي بره الوول بره السيروزا بره تطلع بره تراكشن بقى وبلجن تراكشن يبقى في حاجه شده من بره بلجن يبقى البريشر زايد جوه. الفكره بقى هنا ايه؟ ان دي حاجات حصلت جوه الوول نفسها يعني بيتنج ويذن ذا وول انترا ميورال ما طلعتش بره كلام سليم. وده منظر احنا بنعرفه ريتريد. انت واحد يسالني ودي عرفت انها مش بره الوول؟ لا انا بقول لك ده منظر كاركترستيك للسودو دايفيرتيكولي اسمها كده سودو ليه؟ لانها ما طلعتش بره الوول. لا ده هي وزن زول يعني الميكوزا داخل كل التجاويف دي في الوول نفسها فبسموها ايه؟ اوسوفاجيا سودو دايفيرتيكولي. شايفين المنظر؟ كل ده بيتنج وزن زول كل ده سودو دايفيرتيكولي. واضحه ولا في مشاكل؟ تمام. يبقى دي اوسوفاجيال سودو دايفيرتيكولي. طيب دي بري ساجيتال نون انهانسد ساجيتال سي 1 ام ار اي. تمام showing loser hyper intense lesion of high signal intense of high signal intensity likely related to vertical loser
بيريكالوزا ليفوما. ممتاز خلاص خلاص يا دكتور. I think ممتاز. ده خلاص ممتاز. كملت فضلي فضلي. في حاجة عايز تقوليها؟ عايز اسال حضرتك اذا كان الاسبلينيوم الاسبلينيوم اوف كوربس كالوزوم هل هو فيه شويه هاي يعني هايبوبليزيا يعني حاسه ان هو فيه ممتاز. يعني شويه سام سورت اوف ديس جينيسيس في الاسبلينيوم ولا لا ده تخيل؟ ممتاز يبقى اسبلينيوم شويه هايبوبلاستيك فعلا دكتورة تسلمي كلام سليم. والاسوشيشن بتاع البيريكالوزا ليبوما دي فيري كومن مع الايه مع الكوربس كالوزوم جينيسيس زي ما دكتورة قالت ايذر بقى بارشل او كومبليت. تمام تمام. في معايا نوعين اللي هو الكيرفلينير اللي هي سموز عامله زي الخط دي كيرفلينير او الايه النودولار النودولار تبقى زي ماسز. تمام. لكن ايا كان تبقى اصلا شويه فيري كومن مع مين مع الكوربس كالوزا جينيسيس ايذر بارشل او كومبليت. ايه الحاجات الثانيه بتكون هايبر على تي 1؟ الديرمويد سيست كالسيفيكيشن وال الحاجات الماتيريال يعني ايه الماتيريالز اللي بتكون هايبر على تي 1؟ هيموريج الامونيا والكالسيوم والملانين. الهيموريج طبعا ماشي. الهيموريج ايه ثاني؟ بروتين الشيس ماتيريال. طب ماشي يبقى انا هقول انا عشان ايه اقبل الهيموريج اللي فات زي دي كلام سليم. البروتين الشيس ماتيريال او البص يعني ماشي. الملانين تمام يبقى انا ايه والايرلي كالسيفيكيشن يبقى انا عندي الماتيور كالسيوم مش الماتيور كالسيوم. تمام يبقى ايه الحاجات اللي هايبر الماتيريالز اللي هايبر على تي 1؟ الفات زي ما قدامنا كده الليبوما دي تمام. الفات الهيموريج في ستيج من الستيج بتاعته الاماتيور كالسيفيكيشن الميلانين البروتينيشيس ماتيريالز. طيب ايه رايكم؟ اغلط 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 قولوا اغلط مفيش اي مشاكل اطلاقا. واحنا بنفكر لازم نحط الموضوع قدامنا كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. ماشي الحاجه اللي قدامك ما تسكتش. الحاجه اللي قدامك ماشيها على اربعه كاتيجوريز والخمسه ميسيلينيوس زي هيماتوما زي هيمانجيوما. تمام. لكن امشي سيستمك الحاجه اللي عندك تمشي كونجنتال تمشي تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك. لسه نفسك السؤال ده في اي حاله قدامك كلينيكال في امتحان هو ده تفكيرك لازم على الخمسه كونجنتال تروماتيك البلاستيك بسيرينيس. طيب انترا اكزيال ولا اكسترا اكزيال؟ انترا اكزيال. انترا اكزيال. انترا اكزيال. طب في انهي في انهي بورت في انهي بورت؟ بريفنتري سلامس سلامس لا رايت سلامس يبقى دي رايت سلامس انترا اكزيال ريجن ليجن انترا اكزيال رايت ثلاميك. طيب الكومبوننت بتاعته كله سوليد ولا سيستيك ولا ميكسد؟ ميكسد سوليد سيستيك ميكسد. ده الحته دي في الاكزيال تي 1 سيستيك كلام سليم. والحته دي سوليد. ايه اللي اكد لي ان الحته دي سوليد؟ ان هي لو تي 1 لو تي 1 لو تي 2 لا الحته دي لا ايه اللي اكدها؟ اخذت انهارسمنت. اللي اكد الحته دي اخذت انهارسمنت بس كده. يبقى الحته دي اخذت صبغه كلام سليم في الكونتراست تي 1. يبقى انا عندي انترا اكزيال انترا اكزيال ميك بارشل سيستيك بارشل سوليد بارشل انهانسد ليجن. ده الكلام اللي انا طلعت بيه من الحاله. لما احط على المعلومات اللي عندي اطلع بحاجه كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك؟ نيوبلاستيك اكتر. تمام. ولو نيوبلاستيك تمشي الفورا نيوبلاستيك اكتر. جلايوما سلام الجلايوما سلام الجلايوما بس تمام تسلمي بس كده خلاص. يبقى الموضوع خدناه سو سيمبل انتر اكزيال انتر اكزيال فيها سوليد كومبوننت ودي اللي اكدها ان الحته دي انها انهانسد على البوست كونتراست تي 1 وده سوليد كومبوننت بلجنج سودو بلجنج يعني وذ ذا فينتريكل كلام سليم.
يبقى انا عندي بارشل سيستك بارشل سوليد. ده بيبقى كاركترستيك لمين؟ البايلوسيتك استروسايتوم. البايلوسيتك استروسايتوم. انا مش عايز سب تايب، انا مش عايز بس يبقى الاودي. بس خلي بالك البايلوسيتك في الغالب فضل تورم. انا اسف، بس هو هي الفكره واخده الكلاسيكال ابييرنس، يعني مش السيست ويز انهانسنج ميرون نوديول زي ما متعودين. يعني هي انا حاسه ان ديول، يعني ان ديول بتاعتها او الهيستروت كومبوننت سنترال اكتر. طيب مش هل دي حاجه؟ طب حلو قوي. هل دي حاجه كنت لا 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 هي اكتر حاجه. لا لا انا مش قصدي ان هي تمشي حاجه تانية، انا قصدي يعني ان هي مش التيبكال ابييرنس بتاع، يعني هي جلايوما. هي جلايوما فكره المصدر ده كاركترستيك. ليه بقى؟ ليه بقى؟ خلي بالك معايا. هل في إديمة حواليها؟ لا، يعني تعتبر ان مفيش إديمة حواليها. مفيش إديمة. هي عامله كومبريشن على السيرد فينتريكل بالظبط كده. عامله كومبريشن على السيرد فينتريكل وعشان كده عامله ايزوليتد او ترابنج للرايت لاترال فينتريكل. ترابنج يعني محتجزه واحد من الفينتريكل. ايزوليتد هيدروسيفالس. تمام؟ مفيش إديمة. انت وانتم بتقروا في برايمر او في الكور او في جرينجر ايا كان البرانش، هيقول لك ان البناين استروسايتوما في الغالب ممكن تبقى فيها سيستك ادي سيستك كومبوننت اللي هي دي ودي، وهيقول لك انها بتكون لو انهانسمنت، وهيقول لك ما فيهاش إديمة. صح ولا مش صح؟ تمام. يبقى صح لما بتقرا في الكتاب لك واحد جريد 1 2 3 4 ماشي. السيستيك كومبوننت والكالسيفيكيشن واللو انهانسمنت مع البناين جريد 1 جريد 2 3 و4 السيستيك كومبوننت بتقل، الكالسيوم بيقل، وسترونج انهانسمنت. صح ولا مش صح؟ تمام. وده اللي قدامنا، ده اللي قدامنا اهو بارشل سيستم بارشل سوليد ومايلد انهانسمنت. تمام. فلا ننسى هذا المنظر مع الثلاميك جليوما. ايه اللي لخبط فيها الوحيد؟ ان السيست كومبوننت سودو بلجنج على الايه؟ على الفنتريكل. الفنتريكل وسع لان في انترابنت او حجزاء متكئه على السيرد وافلام. ماشي. طيب انا تخيلت الوهله ان هي انترافنتريكولار، يعني في جزء منه بارت، يعني ما خدتش بالي قوي انا لما بصيت على تي 1، يعني حسيت ان في السيستيك كومبوننت ده يعني انت كانه انترافنتريكولار بس. سودو. تمام. يعني سودو ابيرانس. ماشي. تمام. وخاصه اللي اكد لك ايه ان السوليد كومبوننت سلامك، يعني السوليد كومبوننت موجوده في الرايت سلامس. تمام. فده بلجنج منها على الفنتريكل، يعني بلجنج منها بلجنج. تمام. طيب بري ايه؟ ما تحطش نفسك المشاكل. لو جريد جليوما فقط. ليه لو جريد؟ فيها سيست كومبوننت وفيها مايلد انهانسمنت. اللو جريد جليومز من علامات انها قلبت لهاي جريد ان الصبغه فيها تزيد. فاحنا يعني لسبورت الدياجنوزس ان يكون في معانا مايلد بالنسبه للجليومز يعني. طيب حضري سيلكتد ساجيتال تي 1 ام ار اي شايف او هاي تي 1 سيجنال ريستنج على الهايبوثالامس ويلد هاي تي 1 سيجنال ليجن ريستنج على الهايبوثالامس. تمام او في الهايبوثالامس ريجون. تمام. ومش شايف البيتوتري جلاند، فدي في الغالب اكتوبيك بيتوتري اكتوبيك. ما ده السؤال ده. بص انس، ده السؤال بقى انس، هل دي اكتوبيك ولا تبي ديفرنشال الثاني؟ اولا يعني دي لو مش اكتوبيك بيتوتري هيبقى ديفرنشال. لو مش اكتوبيك هتبقى لايبوما مثلا. يا سلام علي. ايه بقى الفيصل؟ ايه الفيصل؟ النقطه الجوهريه الفيصل بين التو دياجنوزس ان انا هلاقي تحت البيتويتر ولا لا. ايه بتقول ايه؟ هلاقي البيتويتر او بالسيو بيتويتر في مكانها تحت ولا لا. طيب بص بقى كويس على السله وقول بقى، هل بيستيرو بيتويتر موجوده ولا مش موجوده؟ انا شايف سبوت اوف بوستيرو بتويتري موجود بالفعل، بس البوستيرو بتويتري تحت.
يا سلام عليك، ممتاز. يبقى ايه بقى؟ يبقى دي هايبوثلاميك لايبوما بس كده. لان احنا يعني لو شال دي انس العيان هي ان شاء الله في سجن. لو دي احنا قلنا ليبوما واتشالت مثلا لاي سبب من اسباب، العيان خلاص شكرا. لكن تمام ريجون او في التراك اللي بين الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند، انا عندي حاجتين في الغالب ده ثالثه لهم، يعني اما تكون دي ليبوما بقى وسكه الديرمويد والليبوما والحاجات دي، او انها تكون اكتوبك بوستيريور بيتيوتري. ايه الفيصل بينهم؟ اني اشوف او ما اشوفش البوستيريور بيتيوتري برايت سبوت في التي 1 هنا موجوده. هي ايه اللي مخفلنا؟ ان دي بارشال امتي سيلا، بارشال امتي سيلا، فالسيلا نايمه خالص على الفلور، في الفلور بتاع السيلا. يعني جلاند نفسها البيتوتري جلاند دي الانتيريور بيتوتري، يعني السهم ماشي مع الانتيريور بيتوتري، انما البرايت سبوت دي البوستيريور بيتوتري. عشان كده انت تحلف ان دي ايه؟ ليبوما او ديرمويد موجود فين؟ في الهايبوثلاميك ريجون، مش اكتوبيك بوستيريور بيتوتري. تمام كده؟ تمام. زهراء، هلا زهراء وحالة الحسين. هي الحالة مش واضحة ولا بتهيألي؟ ماشي. بص الغلط ده مبدأ، بص يا جماعة مبدأ الغلط ده ايزي خالص، يعني ايزي خالص خالص خالص، ما فيش مشاكل سواء حسين او زهراء، يعني احنا عايزين نغلط فيش مشاكل خالص. هو في ديستال فيمورال مالتيبل بوني او جروس؟ هو بص كل حالة واحدة، كلها كل حالة واحدة. تمام. هو في كذا ليشن؟ هو اكس راي سي تي سجل تي 1 ام ار اي وستير او تيتو فاتسات للام ار اي، نفس الليجن نفس الفكره بالظبط، ما تروحش بعيد. كونجنتال دروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك، يعني اطلع بمعلومتين ثلاثه في مخيلتك وطبقيهم على كونجنتال لحد النيوبلاستيك. هو ده اكسبوزز و يعني مالجنت ترانسفورميشن تقريبا لما في شهور مدلري كونكشن، يعني الكورتكس مش هتكون مكمله، لازم يبقى في المظله بتاعت الفيمر مكمله مع المظله بتاعت الليجن، لكن هنا في سيبريشن. فعشان اقول اكزوستوزيس لازم وحتما ولا بد يكون الايه؟ الكورتكس في ديفكت فيها والمظله بتاعت الفيمر ماشي مع المظله بتاعت الليجن، لكن هنا الكورتكس كويس انتكت. تمام. هو عباره اوستيال ماشي، قولي. صح، انت بتفكر بتفكير صح، قولي. تمام. شفت شو ليجن؟ انا مش عارفه اوصف بس في انهي موداليتي، يعني الام ار اي اللي يريحك. اكس راي ايه اللي في اكس راي مثلا؟ بوني برا اوستيال. لازم اول حاجه تدخل، انت قلت سوفت تشو ليجن، ده هيدخلك في موال ثاني خالص. احنا بنعمل مع بوني. لا بوني. بوني ممتاز. تمام. يبقى لارج بيري اوستيال بوني ريجن السين رايزنج فروم ذا ديسال اسبيكت اوف ذا فيمر، كلام سليم. انفلتريتنج ذا كورتكس، ليه انفلتريت ذا كورتكس في الصوره دي بالذات؟ ليه في شور انفلتريشن؟ عشان في انترميدالري لو سيجمنت. يا سلام، ممتاز. كونتينيوس مع الليجن. ممتاز. يبقى ده الاوريجن، خلي بالك يعني كل ده اسوشيشن، الليجن طالع من الحته دي. مش هو المين بالك بتاعه اوت سايد، يعني ممكن يبقى بالظبط كده، لان ده بالظبط يعني الحته دي. شوف بقى السي تي لما عملناه قال لك ان ده ميكسد سوليد وسوفت، صح كده؟ مش كله بوني. تمام. لكن الليجن طالع من الحته دي. طيب ده ديستال فيمر نيوبلاستيك ولا انفلاماتوري؟ يعني ها يمشي ايه بقى؟ نيوبلاستيك ليجن. بيناين ولا مالجننت؟ لا مالجننت لوكينج. بالظبط كده. ليه؟ لان في انفلتريشن. بالظبط كده. يبقى احنا بنتعامل مع مين؟ بتسلمي، بنتعامل مع مين؟ مع اوستيو ساركوم. الباروستيال والبيري اوستيال ما تسبيش نفسك، يعني احنا بنتعامل يا فندم، هتقول والله انا بتعامل مع اكس راي في معانا بيزار شيب لارج ليجن اوف بوني اوريجن
مش واضح فند في الاكس راي بدرجه هي، انا عايز لاترال او عايز اي ايمج مودالتي ثانيه، لان المنظر هنا الريجولر كلام سليم، فممكن يبقى بلاستيك في المقام الاول. طيب اللي هيروح مطلع لك السي تي نفس الفكره يا فندم، في معايا لارج بوني كومبوننت او يعني اسفايد ليجن ريستنج ابون ذا ديستال بورشن اوف ذا فيمر، ذا كورتكس سيمز تو بي انتكت بس ذا مظله السين هيتروجينس. تمام، انا يا فندم برضه ما زلت ماشيه مع البلاستيك بروسيس، هل في ام ار اي؟ هيطلع الام ار اي، يبقى لارج ويل ديفايند الريجولار ليجن ارايزنج فروم ذا بوستيرور اسبكت اوف ذا ديستال فيمر ميتافيزيال او ميتافيزيال ليجن او ميتافيزيال مع الميتافيزيس مع الخربات ماشي تمام، وانفلتريتنج اللي هي او ارايزنج فروم اوف ذا مظله ومعاه لارج اسوشيتد اكسترا اوسيس كومبوننت. يبقى انا كده يا فندم، وده برضه الستير اكدها، فانا شهور بتعامل مع نيوبلاستيك ليجن. هتفكري في ايه؟ هيقول لك والله يا فندم بوستيوسرقوبه في الغالب. البريوستيال بتبقى نايمه على البريوستيوم. الباروستيال بيبقى فيها بيديكل. ما تسميش نفسك هي كتر الف خيرك نيوبلاستيك ساركوما، وعشان البون يبقى اوستيو ساركوما. تمام تمام. عبد العزيز انس او السيد يلا. انا مش عارف يا باشا ايه الموداليتي اللي على الشمال ديت، انا شايف السونار بس. مامو انس ده كل ده مامو. مامو اه بريست اهو ده مامو. مامو بريست داخل معاك اهو الليجن. الليجن السهم مشوع عليها. تمام هي دي ويل ديفايند ولا ويل ديفايند؟ ده الشكل اللي هو البريست ويزن ذا بريست. يا سلام عليك. ان الليجن نفسه ويل ديفايند وفي كل الكومبوننت بتاعت البريست، في فات في جلاندولار تيشو. تمام ادي فات اهي وادي الجلاندولار تيشو اهو، وده بقى اه ويل ديفايند ويل سيركمسكرايبد، وده السودو كبسول. تمام تمام، وده السونار بتاعه كونفيرم برضو ان في الحاجات الهايبو. تمام تمام، هنشخص لايبوم. لا ازاي بريست وزن بريست يبقى عباره عن ايه؟ ان في فات وفي جلاندولار تيشو. ايوه الهايبو ده هو الفات. ما هو البريست وزن بريست دي الساين، اسم الساين ايه بقى تشخيص؟ اللي هو هامرتوم لايبوما. هامرتوم اوف ذا بريست. هامرتوم اوف ذا بريست. هامرتوم الليبوما يا سيد. اما انت عندك الليبوما بتبقى فات. فات تمام تمام حلو، لكن انت عندك حاجه ده اسمه سودو كبسول ويل ديفايند وسموث خالص خالص خالص. وانا لو جبت لك الحته دي فقط لا غير انت هتقول ده بريست. يعني قلت لك ان ده مامو انت هتكون مقتنع ان ده بريست فات كلام سليم، وايه وفايبرو جلاندر بورشن. حاجات الهايبو هنا هي الفات، هي الهايبر هنا في السونار. حاجات اللي في الهايبو في المامو هي الفات، اصبحت هايبر فين؟ في السونار. والعكس مع الايه الفايبرو جلاندر بورشن، حاجات الهايبر بقت ايه؟ بقت هايبو. تمام، وادي السولو كبسول وويل ديفايند وحاجات زي كده خاصه في المامو بريست وزن بريست، يبقى ده على طول الايه؟ الهامر توما. هامر توما. طيب لما يكون عندي ليبوما وحصل فيها كالسيفيكيشن يبقى ايه اللي حصل؟ فات نكروزز. ايه كوره؟ فات نكروزز. ممتاز. يبقى لما يكون في ليبوما وبعد فتره حصل فيها كالسيفيكيشن يبقى الايه؟ البيشنت اتخبطت او حاجه زي كده، يبقى بيسموها تروماتيك فات نكروزز. طيب الزهراء، اي حد من الزهراء زمايلنا معلش دوره كم محر... كم 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 دكتوره زهراء موجوده معلش عشان بس ما يكونش الحمل على لو انت بس موجوده لوحدك ما يكونش الحمل عليك لوحدك. يعني هو كان في نهال بس ما اعرف في اثنين حاليا برضو موجوده. طب كويس يعني تساعدوا بعض يعني ما في مشاكل. صدقيني الدسكشن الحقيقي اللي عمرك ما هتنسيها، يعني انت مستفيده في النقطه. هو ازيال كاتس اوف ذا ابدومن سي تي وام ار اي. تمام كونتراستد. تمام ووز كونتراست. تمام في رايت مارا فيرتبرال سوفت تيشو ليجن. ممتاز. ام ار اي مش عارفه في انترا وز نو انترا كاناريكول يعني انترا وين ده تي 1 هيبو على تي 1. تمام هيبو على ليه؟ على التي 1 في الاكزيال وفي الكورونا. هيبو على تي 1 اكزيال وهيبو على تي 1 كورونا وهاي في مارجن وسموز. يعني ماشي اكتر مع بناين ولا مع مالجننت؟ بناين.
طيب كونجنتال تروماتيك انسيفالوبلاستيك ميسلينياس تمشي اكتر مع ايه؟ انا مش شايفه غير السيجنال هو لوف في 1 وهاي في الستير و ممتاز وايزودنس وايزودنس على الايه على السي تي وانا كنت بحاول اشوف لو في انتراسباينال اكستنشن تبقى حاجه نيوروجينيك ممتاز ممتاز تمام بس مش ظاهر اول ايه مش ظاهر حاجه الكونكشن مظبوط مفيش وايدنج مفيش وايدنج فورامين كلام سليم ولا في انتر هي ممكن انت ممكن تقولي كلمه واحده بس تبسط الممتحن تبسط جدا الممتحن تقولي ايه يعني كلمه واحده بس مهمه جدا في التصنيف وفي اللوكيشن في اناتومي الرايت سورس مش موجوده الرايت لا لا اناتومي انس انا بتكلم عن انس انا بتكلم عن اناتومي انس في كلمه لازم تتقال في التشاور انا مش شايفه كدني يعني مش ريتروبوتونيل اول كلمه تمام. لازم تتقال لاول كلمه لو قلتها له خلاص كده شكرا لان ده ابروتش غير الانتروبوتونيل خالص خالص تمام. طيب ايه اشهر ناس مثلا بتيجي ريتروبوتونيل ساركوما الليمفلودز الليمفلود الليمفلودز يعني البرا اورتك الليمفلود والليمفوما اشهر حاجه ايه بقى الحاجات اللي بتيجي تاني مشهوره الليبوساركوما كلام سليم الليمفوما الفايبروساركوما المالجنت فايبرس هيستوسايتوما كلام سليم وبالمناسبه الليبوساركوما مش شرط يكون فيها فات يعني الليبوساركوما هتبقى ممتاز يعني بتبقى جريد 1 بديفرنشيت بتلاقي فيها فات تمام بل بتكون فات بس بتروح بلاد بيسري وانسمنت لا قصدي انا قصدي يا زيد ان الليبوساركوما احنا عاطين في طبعنا لازم يكون فيها فات لا في نوع من الليبوساركوما لو جريد 5 زي ما تقول قالت هو الاندفرنشيتد ما فيهوش فات خالص طيب 1 او جريد 1 بتكون فيها فات بس انهانسد فيها بلاد فيسل كتيره ماشي تبقى بيور فات كده بس فيها بلاد فيسلز ماشي ساعتها بقى اما الليبوساركوما او هايبرنوما هايبرنوما الهايبرنوما دي نوع من انواع الليبومز بس بيكون جواه بلاد فيسلز فلما تلاقي ليبوما وجواه بلاد فيسلز انت بين حاجتين البناين منهم الهايبرنوما او المالجنت الليبوساركوما تمام تمام طيب يبقى احنا كده ايه قلنا زي ما قلنا الليمف نود كليمفوما قلنا الليبوساركوما والفايبروساركوما والمالجنت فايبرس هيستو سايتوما والنيوروجينيك تيومر طبعا انت عندك هنري فات فلا ننسى الايه النيوروجينيك تيومر الدكتوره دورت بتفكير كويس على الايه على الاكستنشن جوه الانترا كانيكولر وادي الفورم من الظاهر تمام وانس برضو الايه ان الصوص الفلتريت مش موجوده ماشي المنظر يقول ساركوما عشان الفلتريشن وارد صح ولا مش صح من الرايت صوص مش حلوه مش حلوه مش مفصوله من الميدا احنا في اول انطباع لينا هنقول دي ساركوما وانفلتريتنج الايه الصوص ماشي فممكن برابدو مثلا رابدو مثلا ساركوما عشان واكله الايه واكله صوص او طلع ممكن بطلع منها ماشي فالتفكير فيها واسع جدا واكثر حاجه بنخفناها حكايه ان الصوص مش موجوده فاحنا هنفكر في الايه انها مالجنت اكتر لكن هي طلعت شوانوما يعني حتى ما فيش اكستنشن للكنال وطلعت ايه شوانوما ريترو بريتونيال ايه شوانوما يبقى النيوروجينيك تيومر النيوروجينيك تيومر مش شرط يكون طالع من الاكزيت نير عشان كده هاي في الاكستنشن للكنال يعني فيها سيستيك اريا كده تمام لا انا قصدي لا ده مش قصدي انا قصدي ايه لا انا قصدي اقول انها امتى هتبقى عامله كونكشن في الكنال لما مثلا طالع من الاكزيت نير في الغالب تمام ما هيوصل ازاي اللي هو الاكزيت فير لما يكون طالع من منه يعني اوريجينيتك منه لكن دي اوريجينيتك منه دي اوريجينيتك من نيرف باراس ماينر كلام سليم ايا كان احنا الصوره بتقول ان دي مالجنت وحاجه انفلتريتنج الصوص ماشي مالجنت اكتر مالجنت اربدو ماساركوما فايبروساركوما هاي اندفرنشيتد لايبوساركوما ايا كان لكن هي طلعت ايه شوانوما فالنيوروجينيك تيومر لا يغفل ابدا في ال يلا اي حد من حسين هقول انا يا باشا انس عبد العزيز قول يا اسامه عندنا بلين اكس راي لاترال فيو تمام اوف ذا فارينكس تمام او اوف ذا نيك تمام ده تقريبا ده الايبجلوتس حلو قوي اللي هو مشاور عليه دوت اللارجد واديمتس ايبجلوتس ممتاز اللي هو يسموه ثامب ساين
السلام عليكم. ممتاز. of epiglottitis يعني شخص يا ناس epiglottitis طبعا ده دي يا جماعه لايف طبعا ممتاز life. تسلم. ده لايف ثريتنج كونديشن. لايف ثريتنج كونديشن الصنب صايل لو كمان طبعك وفردت الصنب بتاعه وبصيت له هي هتلاقي نفس الصنب نفس اللي الامبيرس بالظبط. ثمب تمام. كاركترستيك لمين؟ للابيجلوتايتس. طيب امتى بقى المصدر ده تشوفه وما فيش ابيجلوتايتس؟ لو العيان مقابلك. يا سلام عليك. بنسميها الاوميجا ايه؟ اوميجا ساين. العيان لو متقابلك سنه ممكن يخلي الابيجلوتايتس تظهر بهذا المنظر ويديك فولس بوزيتيف للابيجلوتايتس. فده فيري امبورتنت وانت بتشخص الابيجلوتايتس والعيان جاي ديستريس وامه جايه والدكتور بيجري معاه كمان لان لايف ثريتنينج ماشي. فلازم وانت واقف هنا اكد على الفني ديد لاترال. ديد لاترال مش اي لاترال. لازم يكون ديد لاترال. لو العين متقابلك حاجه بسيطه هيدخلك في ايه؟ فولس بوزيتيف ريزلت. فولس بوزيتيف ريزلت. فدي الكاركترستيك او الباثوجنومونيك ايه ثامب ساين اوف ابيجلوتايتس. اقولها ولا حد يسمعها؟ مش محتاج تكتب. اهم حاجه بقى الوصف والكلام يعني. تمام. هل ترى دي لو ترى اعلان اي حد يشارك؟ هو ده اكزيم وكونتراست اوف ذا جرين في رينج انهانسنج ليجن في ال تمام في الفرونتال رايت فرونتال جروب with the surrounding pathogenic edema و mass effect in the form of في ايديما انا mass effect in the form of efficient flutter ventricle and shift of midline pulse. وفي classification هو unilateral ولا عامل crossing الجين اوف كوربس كالوزا يعني هو تمام crossing تمام. هيدخل بقى ديفرنشال الكروسنج تمام ديفرنشال ليجن الكروسنج الكوربس كالوزم والرينج انهانسنج فممكن يبقى اللي هو كونفكت ام اس بس غالبا بيبقى انكمبليت رينج و جلايبلاستوما تمام تمام هو غالبا جلايبلاستوما لان هي الريجولار رينج انهانسنج و والماس افكت بتاعها كبير. ممتاز تمام تمام ممتاز. الدي بي ام او الجلايبس مالتي فورم بتعبر عن نفسها ان في معايا ثيك انهانسد الريجولار وول مع ماركت سنترال بريك داون. كل ده سنترال بريك داون بتحب جدا انها تعمل كروسنج للاذر سايد ايذر بقى عن طريق ديسبلينيوم كلام سليم او عن طريق الايه الجينو بيسموها الباترفلاي صح كده باترفلاي ماشي. لكن كتوصيل في البرينكما نفسها ان ليجن فعلا بيعبر عن نفسه ثيك الريجولار انهانسد وول مع ماركت سنترال بريك داون ودي طبعا قالت الوصف جميل جدا حاجات الاديما والماس افكت والشيفت ميد لاين. وانت بتعمل الشيفت ميد لاين المفروض تاخد نقطه هنا وتروح موصلها بنقطه هنا لاين كده ترسمه على الجهاز ماشي. وبعد كده تقيس بعد السيبتم بلوسيدم من اللاين ده عشان تقول له شيفتنج بكم مليمتر. سهله دي معايا ولا هاخد لاين تمام صح سهله خالص. هاخد نقطه من هنا لخط لاين ميد لاين يعني واروح بقى اخد لاين تاني لحد السبتم بلوستم اشوف السبتم بلوستم بعيد عن اللاين الميد لاين ده قد ايه عشان اقول له شيفت بكام ملي يعني ماشي. يلا اي حد من حسين حضري او سيد اي حد انا استكلم حضري او سيد يلا دوت غالب ده الترا ساوند اوف ذا نيك في رايت سوبرفيشال سبندل شيبد سوليد هايبوكوك ماس ليجن جاست سوبرفيشال تو ذا رايت انترنال جوجلر فين. تمام ماشي. ومش شايف الاسترنوموستويد ماسل تمام. فممكن الليجن ده يكون طالع من الاسترنوموستويد. ممتاز. دي كده يعني وان سايد نورمال ده وان سايد نورمال دي استرنوموستويد نورمال على الاذر سايد
ودي على اللي فيها يبقى سودو تيومر او اللي هو الفايبروماتوزس بتاع الاستنوموستوي. فايبروماتوزس كولاي. فايبروماتوزس كولاي تمام كولاي. طيب هتعمله بس ده بتعمله ايه بقى سيرجيكال ولا ايه نظام؟ فولو اب. فولو اب مش كده؟ ممكن فولو اب يخف الوقت. سيلف ليميتد. ايوه سيلف ليميتد. ايه يكون سيلف ليميتد ديزيز؟ هو سيلف ليميتد ديزيز تمام ممتاز. ولا اللارجمنت ازاي دكتور حدد التايد يعني رايت او انا بقول ازاي حدد التايد عشان الجدول على البريفرنس تمام. لا 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 السايد ده صعب. لا صعب يا انس ده صعب تور رايت او ليفت ده وانت على الجهاز او على الكلينيكال. لا صعب انت ما معكش صوره سي تي او اكس راي او رنين انت معكش نور فصعب معاك الكوره مش السايد مش متحدد. لا احنا قلنا ان ده وان سايد نورمال وده الاذر سايد في الباثولوجي ودي بلجنج او اللارجمنت في الماسيروستويد ماسل فده عباره عن فايبروتوزس كولاي تمام. فايبروتوزس سيلف ليميت طبعا. طيب يلا تقول هدير مش ده سجل ام ار اي ستير سوري ستير اوف سسباين شوينج انترا مودلاري سيستيك ليجن. طبعا خباك ان الستير بيطفي الفات. الستير بيطفي الفات هو ايه صح تي 2 ماشي ده معناه ان السيجنال بتاعت البون مارو كمان لو يعني تمام تمام ماشي في انترامودولاري سيستيك ليجن اكستندنج اوفر ا لونج سيجمنت سيستيك ولا سوليد ولا ميكسد 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 تمام هو بريدومينتلي سيستيك يعني او تمام كوزنج فوكال يعني اكسبانشن اوف ذا كورد فاز هنقول بقى ديفرنشن ممتاز تمام ممكن يبقى ايبن دايموما او اسمه سايتوما ممتاز تمام 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 ممتاز جدا او ايه اخر واحده الهيمانجيو هيمانجيو بلاستوما هيمانجيو بلاستوما تمام يبقى الاستروسايتوما او الايبن دايموما او الهيمانجيو بلاستوما تفكري ممكن تفكري في واحده منهم لو قلنا مثلا لو قلنا استروسايتوما وايبن دايموما تفكري في انه اكتر في ال يعني لو أسر سيطومة بتبقى لونج سيجمنت و ما دي برضه لونج سيجمنت يعني أكتر عندك عندك بصي أدي فرتبرا 2 3 4 5 أكتر 6 فرتبرا وصاد 6 فرتبرا فهم الاثنين لونج يعني دي لونج ليجن. طب لا لو هنفكر بقى الأسر سيطومة بتبقى طالعة من البارينكما أوف ذا كورد كلام سليم فبتكون ال ديفايند بس تبقى اكسنتريك و... أو اكسنتريك و ال ديفايند يعني لا انا عايز اقول لك ان الاستروسايتوما بتطلع من من النيوروجينيك اليمنت نفسها فلها الكاباسيتي تو انفلتريت يعني ممكن انت تشوف المارجن لا ده هي كمان يعني معديه المارجن بتاعها اللي ظاهر في الاشعه انما الابن دايموما في الغالب تبقى ويل ديفايند مور مور ويل ديفايند في حاجه اسمها منسكس كاب ساين منسكس كاب ساين يعني المارجن ويل ديفايند لا موجود دي مش موجوده يعني هنا منسكه صح والله كيف هو كله له سيجنال كلام بس المارجن ويل ديفايند قوي فنفكر اكتر في ايه يعني ممكن نقدم ايه الايبن دايمو ممتاز تمام بس هو كده البون مارو سيجنال بتاعته نورمال بس كده تمام تمام طيب يا ناس يلا البون مارو كويس خالص ايه في مارو تروح ايه في المارو لا مارو كويس خالص اهو قصدك على سباين يعني ايوه تمام ان هو ده يكون تي 2 لا حصله شويه عن ال هو شويه عن التي 2 يعني ما بيبقاش كده النورمال مارو اللي طيب. ما بيكونش واقع قوي ساعات ممكن الستير ما يعملش فات سبريشن كويس ساعات الستير ما يعملش فات سبريشن كويس وعشان كده لو في اوفيريان سيست وشاكين انها هيموريدج سيست او ديرمويد ما تعملوش على الفات سبريشن بتاع الستير ماشي لازم نعمل تيبون فات سيست ماشي احنا قلنا هنا الفات موجوده فقدمنا تي 2 اكتر
انا حاسس ان انا فاهم قصدك اني اطفي شويه وانظر اقرب اكثر ستيل يعني. انا فاهم قصدك ما فيش مشاكل تمام، لكن زي ما قلنا يعني خليها في ليجن اكثر يعني، هنقدم الانضمام اكثر بس استروسايتوم. لكن احنا متفقين ان الستير ممكن ما يعملش فات سات كويس، فما تعتمد ما نعتمدش عليه، نعتمد على الفات سات. ماشي تمام. انس في سي بي اي فيو شو ليفت عايز اقول يا فليكس ري انس مش واضحه بالدرجه اللي هي يعني فليكس ري صعب شويه، هو ده مكان صعب شويه. رانج زون ال ديفايند اوباستي سوبر امبوزد على الكاردياك شادو. طيب مش هقدر اقول اكتر من كده في الاكس ري. ممتاز. السي تي السي تي سيلكتد ايمج اوف لانج ويندو باين فيها ليفت لور لانج زون ال ديفايند اوباستي والسنترال بريك داون. ويل ديفايند، ويل ديفايند انت شايف المارجن كله يبقى ويل ديفايند، لكن قد تكون الريجولر مفيش مشاكل يعني، ممكن يبقى ويل ديفايند ولكن الريجولر مفيش مشاكل، لكن ما دام شايف المارجن كله ويل ديفايند. تمام. في انس علامه مهمه جدا في الحاله دي. انا حاسس ان هي واخده سبلاي من الاورطه فدي ستريتد لانج. يبقى لما اشوف وده مكانها انس، يبقى انا شايف كده في الاكس راي تعدي على اي حد، لكن في السي تي العيان طبعا بيجي بالريكرنت انفكشن، شايف الهواء والحاجات دي كلها، فممكن يكون انفكشن فيها، وهو اصلا كده كده بيجي بالريكرنت انفكشن وممكن يبقى سايلنت. ماشي. طيب ايه بقى الفكره؟ انا عندي اللانج ما بتاخدش دايركت من الاورطه، يعني اللانج ما بتاخدش دايركت سبلاي من الاورطه، بتاخد من مين؟ من البلمونري ومن البرونكيال، برونكيال ارتريز. كلام سليم. لكن انا عندي هنا ايه، في بلاد فيسل اهو طالع دايركتلي من الاورطه، ده الاورجن بتاعه ودي التكمله بتاعته اهي. تمام يبقى ده الاورجن اهو ودي التكمله بتاعته اهو، ورايح على حاجه موجوده جوه اللانج، واكتر حاجه ريفت براميديان لور. كلام سليم. يبقى ده كاركترستيك للايه، سيكويستريشن، لانج سيكويستريشن. ما بيتشخصش الا لما نشوف بلاد فيسل طالع ايميديتلي ليها من الاورطه، لازم. ماشي. وده بيجي بقى بريكرنت انفكشن ومش عارف ايه، وده من ضمن الحاجات بتيجي بريكرنت نيمونيا، ريكرنت نيمونيا ومش عارف السبب، تعمل كونتراست للارتيريا سبلاي، ده سيكويستريشن. تمام. احنا عايزين بس نريح طول دي شويه، مش كل حاله عليها. سيد موجود؟ سيد. نعم يا باشا مع حضرتك. ايه رايك يا سيد في الحاله دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت بتسمي ليه ما تقلقش؟ هو يا باشا شايف ان هنا اللهم صل على الله. لا التسميه واجبه، مفيش مشاكل يا سيد ما تقلقش. انا بحاول اوصل ليها يعني. طيب بسرعه سؤال، في حاجه هنا في حاجه في دماغنا، في حاجه هنا اتقلبت، في حاجه هنا مقلوبه، الليفت اورتك ارش اللي اسمه اورتك ارش هنا مقلوب. بس يا عادي الموضوع خلص، هو في ثانيه واحده بس. تمام. الموضوع ثانيه واحده بس. كلام سليم. يبقى انا عندي المفروض ده الارش صح؟ بس الارش هنا موجود رايت سايد، موجود رايت سايد، كان المفروض ارش يكون ليفت سايد. ساعات بشوف رايت سايد اورتك ارش، ساعات بشوف دبل اورتك ارش. طيب هنا بقى وكده وخلاص يعني، النورمال ليفت سايد ده رايت سايد، وساعات دبل ده بقى رايت سايد معاه حاجه ثانيه، ايه بقى السهم؟ مع انت ليفت سب كريفيان. ايوه ابات ليفت سب كريفيان. يا سلام عليك، يا سلام عليك، زي الفل كده. ماشي. يبقى ده الرايت سايد ده ورطه قرش، واللي طالع ده الابيرنت ليفت سب كريفيان. بعد كده سيد سامي في اي حاله، سيد سامي في اي حاله هتلاقي التشخيص. ماشي ماشي. يلا ترى هنا، ترى هديل او حنان، لو ترى حنان. ااا
مهمين معنا. سهل خالص الموضوع، سهل جدا. طيب هو في ده surgical MRI T2 of the brain. في enlarged posterior fossa with hypoplasia of the cerebellum أو cerebellar ممتاز. وفي cystic dilatation communicating مع الفورس فينتركل وبروكسيمال هايبرتروفي اللي هي داندي ووكر مالفورميشن. داندي ووكر بالظبط كده. يبقى الفكره انت تمت وتستني انا في فكره في داندي ووكر ان انا معايا ايه، ايه الفكره بتاعته، ايه البصوج بتاعه، ان انا معيش روفنج للفورس فينتركل، يعني الغطاء او السقف بتاع الفورس فينتركل مش موجود. شايفين الحته في الحته دي، ده هنا المفروض ده الفلور بتاع الفورس فينتركل. لما بيحصل بقى في داندي ووكر مفيش روف ليه، مفيش غطاء ليه، فبيحصل دايركت كوميونيكيشن للفورس فينتركل اللي مكانه هو ده مع بوستيريور فوسا سيستم. ففي عندي كلاسيك داندي ووكر اللي هي دي ماركت هايبوبليزيا في السيربلوم، ومعايا داندي ووكر فاريانت اللي هو بيدي الكي هول ابييرنس على الكورونال ايمج ماشي، وفي معايا حاجه اسمها بوستيريور بريزيستنت بوستيريور باوش سيست، واخر واحده واقل درجه من الداندي ووكر هي اللي الميجا سيسترنا ماجنا. مش موضوعنا ده، الكلاسيك ابييرنس للداندي ووكر، ما معيش روف للفورس فينتريكل، ما معيش روف فورس وهايوبليزيا اوف ذا سيربيلم، والفورس فينتريكل مكمل مع سيست فين في البوستيريور فوسا. ايه دي؟ ادينويد. ادينويد ادينويد ونروج لليوم ونروج لليوم بتاع الهواء ماشي. طيب يلا اي حد حسين. أوه. العيان ده بالمنظر ده، وبعد فترة حصل المنظر ده والسي تي مع الاكس راي دي. برين اكس راي تشيست بي اي فيو تمام، وسيلكتد اكزيال سي تي تشيست لانج ويندو وميديستانال ويندو ات ذا ليفل اوف ذا هارت. عندنا في الاكس راي في رايت لور لانج زون ويل ديفايند دنس اوباسيتي تمام. That shows no internal calcification, cystic degeneration, or multiple or air fluid level. ممتاز. والمارجن فيري سموز وال The right costophoric angle is clear. Is clear. Both. Both. مفيش مشاكل. تمام. طيب ايه اللي حصل بعد فترة في الاكس راي دي؟ The previously noted lesion or right lower lung zone opacity shows air fluid level. خلي بالك وعم بص انس وجاي لك العيان جاء بص انس وجاي يوم 2/5 سنه 98 تمام، وبعدين جاء يوم 3/23 قصدي جاء يوم 5/2 بعد كده يوم 23/3 يعني بعدها بشهر ونص تقريبا شهرين. ايه اللي حصل بقى؟ اتحول air fluid level. ممتاز. اصبح دي الام تقريبا ظهرت هيا وحصل ايه اير في الود. طيب ايه الحاجات اللي بيحصل فيها اير في الود ليفل؟ يعني سيستك ليجن ويحصل فيه اير في الود ليفل. الهايديتد رابشر دايديتد. ايه اللي قبل الهايديتد؟ لا اير في الود ليفل تفكر اول حاجه في الايه قبل الهايديتد؟ في الابسس. الابسس رقم واحد يعني اير فلويد ليفل يبقى ابسس طبعا على القمه طبعا. تمام ورا منه الايه الهايديتد. السي تي افادك في السي تي فاد في السي تي الووتر ليلي ساين. الووتر ليلي ساين الووتر ليلي ساين تمام. اه ماشي. طب كمل انس. ايه رايك اسمها الكورجيشن دي؟ ويفي ويفي اوتلاينر. انت شخص انا سيد شخص انت شخص مش مشاكل بس يعني دي بقى دي الووتر ليلي ساين واللي الكوري. ايه اللي حصل بقى هنا؟ السيست بتاعت الهايديتد فيها اندوزيست واكزوسيست يعني الوول دبل تمام. حصل سيبريشن للاندوسيست حصل سيبريشن للاندوسيست وكرمشت جوه وعملت الايه اللي هو الووتر ليلي ساين. يبقى هي الوول دبل اكزوسيست واندوسيست. الاكزوسيست دي هي اللي بره خالص. الاندوسيست حصل لها ديتاتشمنت واصبحت كورجيتد جوه الليومن فديتك اللي هي الايه الووتر ليلي ساين وشويه نمونيا ايه. يبقى تستمع الهايديتد مع الايه مع الووتر هنا جت اهو وبعد كده رابشر وعمل كونكشن مع البرونكس. ايه اللي دخل الهواء؟
ان الرابشر حصل وكونكتد مع برونكس، فالبرونكس دخلت الهواء. ما هو الهواء يجي منين؟ الهواء يجي منين؟ كلام سليم، لازم يبقى في كونكشن مع برونكس، ماشي؟ فده اللي بيدخل الايه، بيدخل زي الهواء، ماشي؟ اللي الوتر يصير ولا ايه الرابشر هيدا. تمام. طيب اجزاء الام ار اي اجزاء الام ار اي تي 2 اوف ذا ليفت سيربيلو ماتين انجل في ليفت سيربيلو ماتين انجل سوبرفيشال ليجن ويز ويز انتراكرانيال اكستنشن اللي هو الايس كريم كونكاين. تمام. لا دي طبعا لا كلكم هتتفقوا عليها. اورجينيك. تمام ممتاز ماشي. ليه بيستبلو كوكلر الغالب شونه هتمتحنوا عليها؟ يعني هتمتحنوا عليها اذا ما جاتش ريتن هتيجي شفوي هتيجي عملي خلصان الكلام يعني. طب لو بايلاترال هشخص ايه؟ نيوروفيبروزيس تايب 2. نيوروفيبروزيس تايب 2 ممتاز. يبقى دي الايس كريم كون نيورجيك تيوم روان طالع من الايه من الاستيبلو كوكلر نيرف وايدنج الايه الانترنال اوديتوري كانال وايدنج الانترنال اوديتوري كانال وايه المره طبعا هنا الموضوع هنا فيه براد فالتيومر بيكبر براحته فمديك الايه الايس كريم كون ابييرنس ممكن يكون ابييرنس نيكولر وبيور متاين ايه انجل. طيب سيد تم يا سيد تم يا سيد نعم يا باشا تفضل حضرتك تم يا كبير لو ما سميتش يا سيد مش هجيبها. بسم الله الرحمن الرحيم. حوالين الفيسلز وذ فلوتنج فيسلز حواليها في يعني يعني في اللي هو يعني حوالين الاورطة. بص بص لسه 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 الفصل النت عندي فصل لسه راجع فورا. ايه الفكره بقى؟ ايه الفكره وحدك انها يعني يعني بالنسبه يعني للابدومين ففي عندي في ويل ديفايند يعني في ويل ديفايند ريجنز حوالين الاورطه كده وفي برضو ريجن حوالين الغرات كدني ففي الغالب ديت ممكن تكون يعني ليمف نود او حاجه. ممتاز. تمام. وفي عندي بالنسبه للبون ففي عندي في برضو انتر مطار ليجنز يعني اكتر في يعني على ليفت فيمر. ممتاز. فالغالب دي هتكون ليمفوما ومعها يعني وعامله ميسي جوه البون او حاجه او العكس. فول ستوب كبير. فول ستوب كبير ليمفوما فول ستوب. ممتاز جدا. يبقى انا بتعامل مع تسلم يا سيد الله. يبقى انا معايا انتر ابدومينال ليجنز بارارينال بري اورتك بري اورتك كلام سليم. في معايا فيتريشن للفيرتبري تي 1 هي سيجنال هايبو كلام سليم. الفيمر كلها انفلتريتد كمظله كلام سليم. وده يانج ايج فبتكلم على سيستميك ديزيز. ده يمكن كوبيلا تروماتيك انفلتري بلاستيك طبعا يمكن بلاستيك والحاله ايه ليمفوما. تمام تمام. طب عايز يا دكتور هي ليه ما تبقاش ليفتري يعني رايت رينال سوبر رينال؟ سوبر رينال يعني لا أيوة ترى؟ لا رينال ماشي 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 او بس هي تعطي فهم في الاخر يعني. طيب أمين.
بقي دور الحاله دي هتمتحنوا عليها برضه هتمتحنوا عليها مليون في المية كتير جدا. ايه رايك دورم؟ انا بقول في مالتيبل مديولز تمام؟ مالتيبل مديولز وتريق بعض مديولز مثلا؟ مثلا ممتاز يس بس هو ايه دي الفكره كلها دي بس ممتاز 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 تمام؟ يبقى انا عندي هنا انا عندي هنا ممتاز يبقى انا عندي هنا الريسبيتور برونكيول مليانه كلام سليم وفي معايا بالسايد واي الفولاي برضه فيلد بسكريشنز نفس الفكره هنا ادي الريسبيتوري برونكيول مليانه والسايد واي او النير باي مليانه الوضع ده التري البط ده انديكيت على طول سمول اير واي ديزيز على القمه مين؟ واي ديزيز في السمول اير واي ديزيز ايه هو؟ تي في كلام سليم ديزيز هو تي يبقى التري بطء بيرنس وبرضه تلاحظ ان هو في الابر لانج زونز والتي بي بيحب الايه؟ الابر لانج زونز فدي حاله تي بي الساين تري ان بط ابيرنس فيري امبورتنت يعني هي لوحدها انف ان احنا نقول انت لو هي في الايبيكال ايه فرن بقول هي انف لوحدها ان احنا نقول ان هي تي بي يعني هي في الايبيكال سترونج بتاعت اللور ما تحلفش لا ما بتيجي مع حاجات ثانيه مع سيستفتي مع الهايبر سيستفتي المونايتس كلام سليم لكن عشان هي ايبيكال سيجمنت اوف لور فيري امبورتنت ساين او سبورت جدا للتي بي يعني عايز اقول معاك يا باشا احنا دلوقتي اخذنا تقريبا ساعتين ونص تقريبا انا ما فيش ممكن بالنسبه لي انتوا مكملين ولا مش مكملين اللي حضرتك عايزه يا باشا كملين لو حضرتك انا قاعد بالنسبه لي انا مبسوط جدا 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 بالقعده انا مبسوط جدا فانا مكمل وانا مكمل طب تمام خلاص يبقى احنا عايزين نقول لو في 3 ان بط ابيرنس يبقى لازم نكتب لازم نحط في الديفرنشال الايه التي بي لازم نحط في الديفرنشال التي بي مع 3 ان بط ماشي دي هنشوفها كتير جدا مع الاطفال الصغيرين ده طفل صغير وهنشوفها جدا كتير مع الاطفال الصغيرين ايه اللي بنور من هنا بقى الباثولوجي فين مكان الباثولوجي؟ رايت اوربيتال رايت اوربيتال بيري اوربيتال رايت سايدد بيري اوربيتال بيري ليه بيري؟ لان في حاجات جوه انتراكونال وفي حاجات بارا اوربيتال بارا تمام في انترا وفي بارا انترا اهو وبارا اهو تمام طيب وبعدين لما حاطين عليها الكالر دوبلر ما شاء الله يعني very very bright يعني بدي الكلر جامد جدا جامد جدا كلام سليم حاجه فاس كولر زي هيمنجيوم حاجه فاس كولر هيمنجيوم تمام تمام اشهر حاجه بقى اللي بتيجي انتراكونال بس في الغالب الكافيرنس الكابيلاري هي اللي بتبقى كافيرنس في الغالب بتيجي انتراكونال ورا الجلوب في الغالب انما اللي بتيجي بقى جوه وبره سبريدنج كده وبتاخد مالتي سيكتوريال اللي هو ليه الكابيلاري هيمنجيوما الكابيلاري هيمنجيوما بتمتاز الكابيلاري هيمنجيوما انها بترزوليوت بفتره يعني العيل ده على سن 5 سنين 6 سنين هتلاقي الحجم ده قلل النص تقريبا ماشي الكابيلاري هيمنجيوما زي ما انت شايف في الكلر كده بص الكلر بص على الكلر كده هتلاقي الكلر ما انتش شايف بلاد فيسلز انت مش شايف بلاد فيسل صح انت شايف حاجه سوليد كلها واخده كونتراست او واخده انهانس كلر يعني ماشي انما الكافيرنس بيبدا يظهر فيها تشانلز في الكافيرنس من جيوما بتلاقي فيها تشانلز بلاد فيسلز
فالكافيرنس هيمنجيوما بتكون ميكسد بين البلود فيسل وبين الهيمنجيوم. تيجي بقى على الليمفانجيوما تلاقيها سيستك، تيجي على الاي في ام تلاقيها كلها ايه بلود فيسلز. يبقى تاني الكابيلاري بتكون سوليد كلها سوليد سوليد ماشي، ما انتش شايف فيها بلود فيسلز بالمعنى الايه الدقيق. الكافيرنس بتلاقي فيها تشانلز بلود فيسلز ارتريولز او فينيون تمام. الاي في ام بلود فيسلز بس بس ما فيش خلفيه سوليد كومبوننت. الليمفانجيوما سيستك بس كده. واضحه الصوره ولا اوضحها تاني؟ ماشي تمام. يبقى على السريع الكابيلاري سوليد، الكافيرنس فيها تشانلز بلود فيسلز، الاي في اي تشانلز بس، والليمفانجيوما بتبقى سيستك مالتي لوكولر الليمفانجيوما تمام. فدي كابيلاري هيمانجيوما. طيب هيماتوما او حاجه تمام. انت راك زين تمام يا سلام عليك يا سيد. يبقى ليه هيماتوما تي 1 وتي 2 فغيده يعني بلاد ممتاز اقرب حاجه ممتاز كده هايبر تي 1 هايبر تي 2 وانت راك زين يبقى على طول دي الهيماتوما. طيب كريزي بيفنج ابيرانس مع تيبر مع الـ مع البروتونيوزس الفر ممتاز. بدا معانا ايه نسبه يعني ايه بقى بيفنج او عشان نعرف ده مهم جدا. اللاينز اللاينز جيوغرافيك جيوغرافيك جراوند جلاس وذ سيبتال سيجمنت ممتاز. يبقى السيبتال السيبتال ده اللي هو اير الانترستيشيال السبتال انترستيشيال، انما الجراوند جلاس ده الفلاي تمام. يبقى عشان نعرف الفرق بين الالفلاي باثولوجي والانترستيشيال باثولوجي، الانترستيشيال نوديولز ولاينز ريتيكوليشن ونوديوليشن، انما الالفلاي بتكون هي اللي الجراوند جلاس تمام. يبقى كريزي بيفنج اوف الفلار بروتينيوزس. العيان ممكن يجيب في اب تو تمام. العيان ده بيجيب سبيوتم بطريقه غير عاديه، وعلاجه طبعا اللافاج بيغسلوا له اللنج. تخيلوا بيغسل برونكوسكوب وبيغسل اللنج ممكن يوصل ب 20 متر ثواني. طيب الحاجه بقى هتمتحنوا عليها يعني هتمتحنوا عليها مليون في الميه. ما جاتش تحريري هتيجي شفوي هتيجي ايا كان. ريد ليتك ليجن ويلد ليتك ليجن انفولفينج الرايت بيوبيك ريموس الرايت بيوبيك ريموس تمام. وبرده ال الابر هيومرس كلام سليم. لازم تبص عليها في البون، لازم تركز على البريد بتاع اللي جواه الكومبوننت بتاعته. هل هو بوني ايشن جواها ولا اي حاجه ثالثه؟ انوريزمال بونسيست. طبعا ده عيان واحد، ده عيان واحد. الانوريزمال بونسيست هتيجي في مكانين. فايبرزيس بليزي فايبرزيس. سلام عليك يا ممتاز 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 تمام تمام. ايه نوعها بقى؟ اسمها ايه؟ بوليستوتيك. يبقى طبعا لما بتيجي وخلص بوليستوتيك بالذات لازم تضرب البلفس، يعني بوليستوتيك لازم تضرب البلفس في المقام الاول يعني. فانا معايا ويل ديفايند راديو ويل ديفايند ليتك بوني ليجن افكتنج الرايت بيوبيك ريمس واكسمانسايل اكسمانسايل كلام سليم. والمارجن ما فيش بروسر رياكشن ومش عارف ايه وبتاع، فماشي مع البنيتي 100% يعني تمام. وفي اسوشيتد انذر وان اهو، والكومبوننت بتاعته هل دبون؟ يعني انتوا شايفين ده مقتنعين ده بون؟ الكومبوننت بتاعته بون؟ مش بون لا. لانه اهو ليتك اهو كلام سليم، فده فايبرس اليمنت تمام. يبقى الكومبوننت فيري امبورتنت، يعني هو بيتكون من ايه؟ فيري فيري امبورتنت ماشي. عشان هو كون ومالتي سنت هنفكر في الايه؟ في الفايبر مع بناين. يعني ايه اللي هيجي بناين ومالتيبل ماشي. الاوستيويد ستوما ماشي.
لكن الاكتر واحد بتيجي بناين ومالتبل في كذا لوكيشن هي اللي هي الفايبرس ديسبيزي، خاصه انها ايه نهلتك. طيب بوليستوتك فايبرس ديسبيزي ايه رايكم هنا؟ ماشي دكتور فضل. اقول ده اسبرينيك انجيوغرافي. ممتاز تمام تمام ماشي صح تمام. في داينيت بوست ها الاسبرينيك فين صح؟ الاسبرينيك فين هنشوفه مع البنكرياس ورا البنكرياس عشان يروح يمسك مع الكلوزفين ويعمل ليه البورتال فين. كلام سليم. انما الفيسل الارتري مش هيكون مع البنكرياس. هو بس في تورس اصلا كده عن الارتري في انوريزم صغيره. ايوه في حاجه ظاهره كده، في حاجه ظاهره في الارتري كان سفاين هول بتاع الانوريزم. ايوه صح ممتاز يا انس. ايوه كان سفاين هول كانوا بروكسيمال سبينك ارتري انوريزم. ماشي ماشي تمام ممتاز ماشي. يبقى ده كارتري كلام سليم. والكونتور بلجنج في الكونتور بلد فيسل مارجني كالسيفايد. مارجني كالسيفايد يبقى ده مين؟ سبليك ارتري مارجني كالسيفايد انوريزم. ممتاز انس. سبليك ارتري اهلا وسهلا فيك فعليا. سبيورال اكيوت وهيماتوما. طيب ممتاز. في علامة على الكرونيستي؟ هيماتوكريت ليفل. الهيماتوكريت هو في علامة على الكرونيستي اللي المارج بتاع الدورة هنا ايوه تمام بثيكلينج ثيكلينج مش فاهم انا مش شايف سوا صراحة بس ثيكلينج هنا فين؟ المنطقة دي بالنسبة للمينجيز وهي كلها سمراء بقت فلودي بقت فلودي خالص حصل بقى ريبليدنج اللي هو ليه حصل فيه سيدمنت كرونيك يعني. ممتاز. دي حالة بتودي في داهية، الحالة دي بتودي في 60 داهية. كل فيلم هو جايبه لك جايبه عشان حاجة هو الأورطة دايليتد وفي كونتراست جوه الأسوفيجس الأورطة؟ هو الشولدر الشولدر ممتاز الشولدر في حاجة تفيد تمام. عايزين نمشي بالراحة ونستفاد من كل صورة من أربع صور كل صورة بتكون معلومة. في كونتراست وزنز اوسيفيتس كل صوره بتقول مع هو العيان شارب صبغه اه تمام يبقى الفيجن نيورال سيكلينج بقى في الموضوع. طيب ها ممتاز تمام التمام في نيورال سيكلينج فين في الاوسيفيتس تمام التمام هو جايب بقى ليه جايب لي الشولدر جايب لي الشولدر الكره ليه جايب لي الشولدر ميتاستاسيس بقى يعني في يا سلام تمام يا سلام بس تمام التمام. يبقى انا عندي ثيكنينج ميورا ثيكنينج في الصوره دي خلي بالك الصوره دي يا جدعان ده يعدي منكم ازاي يا جدعان؟ ادي الاورطه اهو كلام سليم وادي الاسوفاجس اهو ماركت سيركمفرنشال ثيكنينج في الاسوفاجس اطلع فوق شويه الثيكنينج موجود اطلع فوق الاقي الصبغه محجوزه مش نازله الصبغه مش نازله من اليومن شايف اليومن بين بوينت اليومن بين بوينت كلام سليم وجاب بقى هو ليه الابر هيومرس عشان الايه عشان اللي تكلير الماركت لايسز في الابر ايه هيومرس يبقى ده ايه ميتاستاسايزنج ايه كارسينوما من اللي من الاسوفاجس كارسينوما هي بس كده ميتاستاسايزنج كارسينوما من مين من الاسوفاجس تمام الصوره. طب هو في حاجه في الشستول يا دكتور ولا نعم الشستول يعني على الرايت سايد غير الليفت سايد ولا اللي هو اول البكتيريا قصدك المنطقه دي؟ اه الناحيه الثانيه
هي البكتورز ضعيفه هي ما اعرفش دكتور هل ده ايميجنج هل هو شايل حاجه ما اعرفش لكن الحاله كانسر وسفاجس كده كانت خير ده كده شفت طب ايه رايك في الموضوع ده شفت شحوان الهيمرس ممكن ده عمل دي في الاتروفي عند الدكتورز ممتاز اه حصل الممتاز هو ما بحركش دراعه اكيد يشوف المي تيست انس والله كده انس فسرها ممتاز انس والله ان هنا ما بحركش دراعه فحصل دي سيوت اتروفي ممتاز انس بجد ممتاز والله بجد تمام يبقى لا ننسى نبص على كل صوره من الصور ده ويل ديفايند ريجن في الرينال ممتاز ده اي في اي في طبعا اي في تمام يا سيد ممتاز تمام تمام في ويل ديفايند سيستيك ليجن في الكدني وعامل ستريس ايه اللي عرف انه سيستيك الدينست بتاعته مش ما هو الاكس راي في الغالب ما بتطلعش سيستك يعني انت بتيجي في المامو ما بتعرفش تفرق السيست من الفيبرو ادينوما تمام طب ديفايند 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 ويز بنال لوكينج وعامل ديسبيسمنت للكاليسز تمام بس مش عامل لها بس مش عامل لها انفيجن ولا حاجه متاكد انه بنال متاكد انه بنال تمام فده ممكن ديفريشن دياجنوس دي ايه البناين اللي بيجي في الكدني وويل ديفايند قوي كده وراوند ايه بونكوسايتوما ممتاز ده كتيومر طب ايه حاجه تانية بتيجي بناين برضو مشهوره جدا اكتر من التيومرز اللي اسمه الانجيومايلايبوما لا الانجيومايلايبوما في حاجه يا سيد بيشوفها كل يوم اللي انت قلتها يا سيد الاول يا سيد السيست العاديه السيست العاديه تمام تمام السيمبل سيست او الايه او الانكو ممتاز كل يوم هنشوف تبرس ام اس اهدى بس اهدى اهدى ايوه اهدى سيد التيوسكيروزيس يبقى من دايمن ماشي يبقى انا معايا ويل ديفايند مالتيبل اوفال شيبد ريجن ويديب وايمنج للفنتريكل وفي انكمبليت رينج او كومبليت رينج انهانسمنت اهو كلام سليم خلي بالك بقى النقطه دي مهمه جدا تعرفوها ان في السي تي الديمال نيشن او المالتيبل سكلروزس ما بيظهرش بصوره دي فما تعتمدش عليه في السي تي كلام سليم وبرضه في الايه في التي 1 يعني من ضمن العلامات اللي فيري امبورتنت بالنسبه للمالتيبل سكلروزس انه في التي 1 ما بيظهرش يشوف الليجن في الفلير هنا فيري اكستنسيف كلام سليم تبص على التي 1 تلاقي الامور عاديه وممكن ما تشوفوش خالص في التي 1 لا تنسى هذه النقطه بالنسبه للام اس كلام سليم الام اس ممكن ما يظهرش على التي 1 فيري امبورتنت كلام سليم تمام يبقى التي 1 ما بيظهرش كويس على السي تي وممكن ما يظهرش على التي 1 طيب مالتيبل سكلروزس عايز ايه رايكم سيلكتد سي تي مالتيبل باي لاترال ويل فايند راوند ليجن ممتاز سم زم شو ان ذا ارتري ساين ان ذا ارتري ساين ديفرنشال دايجوز اول حاجه هيكون متسز بص انا يعني المسمى العام اسمه لا المسمى العام دي ديولز اه ايه بقى المسمى العام بالصوره كلها ككل ميلياري ميلياري شادوز ميلياري شادوز ميلياري ده ميلياري صح ولا صح حط بقى ايه اللي هيجي ميلياري بقى ايه اللي هيجي ميلياري الفاراسيل كارسينوما ممكن يكون دي سيبتيك بوتاي ممكن تكون متاستاسيس ممكن يكون تي متاس اول كلمه قال في الميلياري المتاستاسيس المتاستاسيس والتي بي المتاستاسيس اول طبعا كلام سليم
ميتاستاسيس طبعا التي بي. ايه تاني؟ فانجل او سيبتيك امبولايز السيركلوزس والنيوموكونيوزس. ماشي. السيبتيك امبولاي ممكن تيجي ممكن بس مش هتوصل ميلياري، هتبقى بريفرال سانس بريفرال وفيها كافيتيشن والعين عنده حاجه في الهارت. لكن لازم في الميلياري تقول الديبوزيت ولازم تقول التي بي بعد كده براحتك. تمام. ميلياري يبقى ديبوزيت وتي بي بعد كده براحتك. تمام. ايه رايكم؟ ده في بس كده ليه لان عام مالتيبل البون فراجيل طبعا زي ما انتم شايفين الدنستي قليل بتاع جدا وفي مالتيبل فراكشر اكستنسيف فراكشر. شوفوا المطعم ازاي كان فراكشر بص المنظر كلام سيء حتى الريبس باتل. فدي اوستيوجينيسيس امبيرفكت ليه سن فيري 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 يعني سن على صغير خالص ومالتيبل فراكشرز مع الاوستيوبينيا فده اوستيوجينيسيس امبيرفكت. رينال اورنوت ليه مش رينال؟ احنا مش شايفين الكليه اذا كدني اظنوت سين فما اقدرش افكر في حاجه رينال. تمام. يبقى افكر في زي ما انت قلتوا سوبرا رينال زي ما انت قلتوا ليه الانجيو مايو ليبوم ذا موست كومن ليجن كونتيننج فات ان ذا كيدني از انجيو ليبوم. انجيو مايو ليبوم كلام سليم. ذا موست كومن فات كونتيننج ليجن ان ذا سوبرارينال از مايو ليبوم. لا مايو ليبوم الادينوما يبقى الفات فيها مايكروسكوبيك. تمام. يبقى الفات ركزوا في الحته دي الموست كومون ليجن كونتيننج فات في الكليه يعني فات ظاهره ماكروسكوبيك تظهر في الايمجنج كلام سليم. هي ليه؟ هي الانجيو مايو ليبوما. وزي ما انتم عارفين طبعا انجيو مايو ليبوما حسب الكومبوننت اللي فيها ممكن تبقى معظمها فات ممكن تبقى معظمها سوليد كومبوننت ممكن تبقى معظمها ايه انجيو او يعني فاسكولار كومبوننت. تمام. الموست كومون فات كونتيننج سوبرينال از مايلو ليبوما عباره عن فات ريد بون مارو. ريد بون مارو يعني ممكن تتكون ار بي سيز. كلام سليم. يبقى دي ايه مايلو ليبوما. مايلو ليبوما رايت سايد. طيب ايه رايكم هنا؟ ايه رايكم؟ في دكس ليه هنا في حاجه دنس موجوده مش موجوده على الرايت سايد على السونار خدت كلر جامد جدا وادي السي تي. ايه رايكم؟ ده انيوريزم واخده كلر ولا انجو مايلي بوما يا ناس؟ انيوريزم. انيوريزم في مين؟ تسلم تاز في مين؟ برضه ولا ايه؟ برضه سبلينك. سبلينك برضه كلام سليم لان احنا قريبين جدا من الايه؟ من السبلين. فمتوقع ان الارت اللي هيبقى ماشي هو السبلينك ايه؟ ارتري. يبقى هو في السونار ظهر سيستك ده السبلين اهو شايفينه ده السبلين اهو. تمام. وادي السيستك اهو. تمام. انت بقى لما تيجي توصفها هتقول سيست سيست وليه؟ لان في باك اكوستيك انهانسمنت. لكن السيست دي طالعه منين؟ السيست دي طالعه منين؟ ما انتش عارف طالعه لا هي من السبلين كلام سليم ولا الكدني ظاهره معاك. ماشي. حطيت الكلر اخر الكلر بالعبيط يعني جامد جدا. ماشي. والكونتراست ايه اكدت. فلا تستهين بمصدر زي ده يعني انت في السونار ممكن تكسس تحط الكلر اصلا. ماشي. ماشي. اذا ممكن رابشر من ضمن الساينز اوف امبندنج رابشر ان الانوريزم عادي 5.5 سم كلام سليم. وده كبير فده انوريزم سبيك ارتري انوريزم واخد في السي تي واخد سترونج انهانسمنت اهو سترونج انهانسمنت. فيري كومن ليجن اهو كلويد ممتاز عنده ايه فورمن اوف مونرو اوف ذا ثيرد فينتكل ممتاز بتبقى هايبر دنس على السي تي وهايبر انتنس على التي 1
وسلايتلي ايزو او هايبو على التيتو. كولويد سيزم. طيب شو رايكم هنا؟ هو في ليجن ريتت للبيك 2 على الاكس ري بس. بص على الاكس ري فقط لا غير. ايه رايكم في الاكس ري؟ في ايروجن على البيز اوف ذا فيرست ميتا صح كده ممتاز. في ايروجن اهو كلام سليم. وفي جنبه سوفت تيشو. سوفت تيشو دينستي وبس كلام سليم. يبقى ايروجن لحم اسمها بودجرا يروجن عند الايه البيز اوف ذا فيرست بدها ترسل ارتكا سيرفيس ومعاها سوفت تيشو كومبوننت. ايه رايكم لو ما جبتوهاش؟ جوت بس كده زي الفل اهو. ارتكولر ايروجن وفي السمول جوينت وفي اللور لوب او الفوت يعني ومعاها سوفت تيشو ايه كومبوننت. يبقى اول حاجه الايه الجوت. ادي الايروجن اهي في البون دي الايروجن اهي كلام سليم. دي المصدر بنسميه ايه؟ بنسميه المصدر ده بتاع لا الايروجن بتاع الجوت بيسموها ايه؟ بانش داوت ليجن. تمام ممتاز. هذه الايروجن اهي تحس ان لها مارجن هنا هانج داوت يعني السقف مش متشال كله كلام سليم. ادي المكان اهو وتحس ان دي زي ما يكون حته من السقف موجوده ماشي. وده الاسوشيتد كومبوننت. يبقى ده الايروجن في الاكس راي والاسوشيتد سوفت تيشو كومبوننت. الايروجن في البون والاسوشيتد كومبوننت. الايروجن في البون والاسوشيتد كومبوننت. نفس الفكره هنا. ادي الايروجن كلام سليم وادي الاسوشيتد كومبوننت. يبقى ده الجود فيري امبورتنت. ويا سلام لو جيبوا لنا الاسهم دي في الامتحان. ويكتب لها الحل كمان. ايه رايكم هنا؟ في تو اير فيلد سيستيك ليجن موجودين. واحد على الرايت واحد على الليفت. وفي بريفرال كالسيفيكيشن بريفرال ريم اوف كالسيفيكيشن. مفيش جوه الاير فيلد سيستم ديت. لا انت شفت كم مره سيستم بانج وكالسيفايد؟ ده شفت زي سودو كبسول يعني. زي ده فاكر لسه في الهامارتو بتاعت البريست زي سودو كبسول يعني. كومبريست لانج تيشو. كومبريست سراوندنج لانج تيشو. طيب سهله انفيزيمتاس بولي ولا ايه دي؟ مش عارف. انفيزيمتاس بولي صح. او ايه تاني حصل له نمونيا باستاف وقلبت بالبتاع دي فبنسميها ايه؟ نيوماتوسيل. ممتاز كلام سليم. يبقى والله لو كان في انفيزيما ودي بريفرالي لوكيتد هقول انفيزيمتاس بولي. والله ما فيش انفيزيما يبقى دي في الغالب كانت استاف نمونيا وقلبت بالايه؟ بالنيوماتوسيل. هو ده ما ينفعش يبقى ابسس وكمبليتلي يعني. ممكن تقول ممكن كرونيك ابسس ممكن ديفرنشال لكن مالتيبل ابسيسز في اللنج دكتوره يعني شفت كم مره تو ابسيسز في اللنج سبت كومبلاي ماشي حاجات صغيره وحاجات زي كده وبعدين يعني يمشي واحد فيهم بس يمشي يمشي كرونيك ابسس يمشي كلام سين كرونيك هيبقى وما فيهوش غير في ايه رايكم الاي في يو؟ ادي الليفت سايد ادي الكاليسيال سيستم واخد كلر اهو وادي الشارع بتاع الكليه واخد وادي اليوريتر ماشي معانا لحد تحت. تعالى على الرايت سايد ما انتش شايف اي حاجه نهائي. ادي اللنج تيشو ديسمورفيك واليوريتر مش فارس سببها. تمام جينا عملنا السي تي ادي المنظر في السي تي اهو نون كنت هنا ده شارب بس قبل حقنا اهو لما حقنا سبقه ظهر المنظر. خليكم في الايمج ده. ايه رايكم في الحته دي؟ ايه رايكم في المنظر ده؟ شخصي من الايمج ده مين الناس؟ سي صح دي سيستك ليجن قد تكون سيمبل كورتيكال سيست. تمام انما هنا منظر
في هنا دي النورمال كيدني. This is normal. The residual normal kidney. But this is. في أبريك داون وعرض مفرستن هذا. ودي لارج ماسة هي موجودة. كلام سليم. Renal cell carcinoma infiltrating most of the kidney. وهي هبشة اليوريتر أو هبشة most of the بلفز يعني. فالصبغة مش ماشية فين؟ في الاي في يو في اليوريتر. اليوريتر مش ظاهرة. ماشي؟ فادي الريزيدوال كيدني اهو الريزيدوال كيدني وادي النيوبلاستيك ماس فيها سنترال بريك داون رينال سيل كارسينوم. لسه ساكتين يا جدعان. سبوت دايجنوز نيوفيرتوز تايب 1 دوس فابروس بس خلاص تمام ممتاز تمام. ليه هنا ما فيش نيرف في النك ما فيهوش نيوروفايبروما؟ انتوا معايا مركزين ولا لا؟ مركزين يا باشا. كل دي نيوروفايبروما ادرس باين اهو نيوروفايبروما نيوروفايبروما كل واحده من دول كل دي كده وهي برضو تمام تستنى دكتور صح كده نك اهو كلها ما فيهوش نيرف فيبروما وعلى ما فيش نيرف بقى في البودي ما فيهوش نيرف فيبروما. كانت شابه حوالي 35 سنه وجايه بعد الولاده بتشتكي بس ان الفوت فيه نمبنس اكتر. عملنا ام ار اي علمه مسكه سباين اكستنسيف نيرف فيبروماتوزيس. عملنا دورزن اكستنسيف نيرف فيبروماتوزيس. عملنا سيرفايكال اكستنسيف نيرف فيبروماتوزيس وماشيه زي الفل. طيب ايه رايكم هنا؟